مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل ما يشاهد قناة النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم ويوم جديد من أيامنا في البيت الكبير. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع، حلقة يوم الخميس، وبإذن الله إن شاء الله يوم الحد نتقابل هنا في البيت الكبير وإحنا بنحتفل مع بعض بتتويج النادي الأهلي بطل أفريقيا إن شاء الله. بكل المجهود الكبير اللي بذله النادي الأهلي النهاردة على مستوى الموسم الطويل جدا والموسم الاستثنائي في الدوري على المشوار الأفريقي، الحقيقة يعني لو قلنا أن النادي الأهلي بيقدم عروض أكتر من رائعة إن شاء الله كل ده يتوج بإذن الله بكرة ونفوز إن شاء الله بالبطولة الغالية. طبعا هنتكلم كتير جدا عن كواليس واستعداد فرقتنا، وإن شاء الله بإذن الله يكون معنا ضيوف كتير جدا النهاردة إن شاء الله تكون حلقة مميزة في البيت الكبير. وطبعا في الاول اكيد برحب بيك يا سهام. اهلا بيك يا كابتن هاني. مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الاهلي العظيم برحب بحضراتكم. خلاص الاهلي يعني يمكن احنا بعد ساعات قليله بقالنا اسبوع يمكن بنعد في الساعات ديت مستنيين الماتش، ماتش النهائي مع الزمالك. كلنا ثقه في لعبتنا الرجاله وفتره يعني قدره الفريق على حصد البطوله دي زي ما عودهم دايما. الحقيقه زي دلوقتي يمكن بكره الشوط الثاني من المباراه بيبدا، وربنا يا رب يوفق لعبتنا باذن الله. كلنا بنقول كلمه واحده بس في الليله دي من هنا لحد بكره ان شاء الله ولحد ال 90 دقيقه ما يخلصوا، بنقول يا رب إن شاء الله. هي يا رب دي ان شاء الله اللي هتحقق لنا الفوز وهتسعد الجماهير اللي بالملايين اللي في كل مكان في العالم. خلوني في الاول بس اعرف حضراتكم بضيوف حلقتنا النهارده في الفقره الاولى مشرفنا الاستاذ جمال الزهيري نائب رئيس تحرير جريده الاخبار، وايضا الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي الكبير. طبعا مشرفنا في الفقره الثانيه الحواريه يعني ثلاثه من اهم نجوم النادي الاهلي السابقين الحقيقه، كابتن عادل عبد الرحمن معانا النهارده، كابتن اسامه حسني، والكابتن هاني العجيزي. طبعا هنتكلم معاهم ونخش معاهم في حديث حوالين المباراه، ذكرياتهم عن مباريات القمه اللي زي ديت، الكثير من الامور المتعلقه بمباراه الفاينل ان شاء الله اللي هتكون باذن الله هنا في البيت ان شاء الله الكبير. ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. خلاص زي ما قالت زميلتي سهام باقي على انطلاق المباراه اقل من 24 ساعه. الكل طبعا في حاله تاهب كبيره جدا، خلاص الفرقتين اذا كان على مستوى الاهلي والزمالك بيظبطوا اوضاعهم التكتيكيه في ظل الغيابات الموجوده والعناصر كمان اللي تم استبعادها بعد طبعا مسحه فيروس كورونا. كل مدير فني بيظبط خطته، تكتيكه، استعداداته النهائيه وفقا طبعا لرؤيته الفنيه والاوراق المتاحه قدامي. كل دوت خلال الساعات ده اللي بيحصل دلوقتي في معسكر، اذا كان معسكر النادي الاهلي او نادي الزمالك. اكيد طبعا احنا خسرنا عناصر مهمه بغياب وليد سليمان وديانج وصالح جمعه ما فيش شك، واكيد كل الجماهير كانت قلقانه خاصه على غياب اليو ديانج. لكن خلينا نتكلم واتكلمنا ده في البيت الكبير ان تاريخ النادي الاهلي عبر مبارياته الكتيره جدا وعبر تاريخه الكبير جدا بنقول الاهلي بمن حضر، وده بيتضح كمان من خلال نجومنا على المستوى الفني. كان معانا نجوم ولاعيبه كبار في السبعينات بيتكلموا بنفس المبدا، يعني اكيد الحماسه والقوه، وانا زي ما قلت ان اي 11 لاعب يتواجد بغض النظر عن الاسماء يكون في الملعب عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيهم. والنهارده بتتكلم على الروح القتالية، لو بتتكلم على الروح القتالية ان شاء الله هي دي روح النادي الاهلي. احنا بنتكلم على الاجواء، اجواء المعسكر، اللعيبة عندها الحمد لله روح معنوية عالية جدا جدا وعندهم اصرار اكيد لاسعاد الجماهير بكرة. انا شخصيا طبعا انا كمان كلاعب مريت بالظروف ديت في يمكن على مستوى المنتخب على مستوى النادي الاهلي. الاستعدادات للمباريات اللي زي ديت دايما بنقول ومدربينا الكبار بيقولوا ان شاء الله المكسب بيكون عند ثلاث نقط، الاكثر تركيزا خلال المباراه، بتكلم على 90 دقيقه، بتكلم على 120 دقيقه، بتكلم كمان على لو كان في ضربات جزاء الاكثر تركيزا خلال المباراه ان شاء الله هيكون كسبان. النقطه الثانيه اللي بتكلم عليها ان كمان ان الاقل ارتكابا للاخطاء، اللي بيرتكب اخطاء قليله جدا في المباريات الكبيره زي ديت بيكون ان شاء الله فرصه كبيره للفوز. الجزء الثالث اللي هو يعني ازاي تستغل كل فرصه
للتسجيل. يعني في المباريات الكبيره دايما بنقول ما بيكونش في فرص كتير للتسجيل، لكن لما يجي لك فرص لازم تسجل. كل دوت محاط طبعا تحت بند يا سهام توفيق ربنا طبعاً. يعني كل بنتكلم على عليه دوت اذا كان اقل ارتكاب للاخطاء، بتتكلمي على تركيز عالي جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه، بتتكلمي كمان على استغلال للفرص، يعني وارد جدا تلعبي مباراه كبيره ويجي لك فرص كتير تضيعها ولا قدر الله تخسر. فكل الاجواء دي طبعا وتوفيق ربنا اولا واخيرا، وتنفيذ يعني كمان تعليمات الجهاز الفني ومستر موسيماني اكيد كابتن، دي حاجات مهمه جدا جدا. كمان في نقطه تانية مهمه يعني متمثله في اللعيبه نفسهم، اللعيبه اقصد هنا اصحاب الخبرات في النادي الاهلي اللي خاضوا مباريات كبيره مع الفريق قبل كده، عمرو السوليه منهم، شناوي، ايمن اشرف، معلول، اللعيبه دي كبيره واللعيبه دي ليها دور مهم جدا جدا مع العناصر الجديدة الشابة في الفريق اللي هتخوض مباراة زي دي لأول مرة يمكن في تاريخها، وبيوجههم يعني في المعسكر وبيدوهم خبراتهم الكبيرة اللي كونها على مدار السنين اللي فاتت. الحقيقة برضو من بين عناصر معسكر النادي الأهلي الحالي بيوجد لاعب واحد فقط سبق لي التتويج بالبطولة دي، وهو طبعا يعني نجم رامي ربيعة، نجم الدفاع واللي فاز باللقب ده مرتين قبل كده في 2012 على حساب الترجي التونسي، والمره مرت 2013 على حساب طبعا القراصنه فريق اورلاندو بيرنس الجنوب افريقي، وده كان في 2013، ده كان مع طبعا كابتن محمد يوسف، الكابتن الكبير محمد يوسف. اكيد رامي بيحلم بالثالثه، واكيد ليه ان شاء الله يا رب دور مع باقي اللعيبه في تحفيزهم. اللعيب الثاني بقى الوحيد كمان اللي توج من قبل باللقب ده مرتين وليد سليمان، وليد سليمان اللي احنا النهارده بندعي له وبنتمنى له الشفاء يا رب هو وابنه، كسب برضه بطوله 2012 و2013، هما تقريبا الوحيد يا كابتن اللي كسب. صحيح، مظبوط. البطولتين دول ربنا يشفيه يا رب، هو طبعا وليد سريعا طبعا وليد ويحتفل خبرة كبيرة مع زمايله جداً. يا رب ان شاء الله يحتفل مع زمايله ومع الجماهير في ملعب التتش باللقب باذنك يا رب. وليد سليمان طبعا لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين اهو بالتويته بتاعته دي، بالرغم من غيابه كان حريص جدا على انه يعني يحفز اللعيبه ويدي لهم دعم ويدي امل حتى للجماهير، يعني حتى بص ولكن كل وكل جماهير الاهلي ثقتنا فيكم بلا حدود، هو طبعا من اجل وليد نادينا. يعني هو يعني عمل تويته حلو قوي يا سهام، وزي ما انت بتقولي كان ليه دور كبير جدا طبعاً جدا جدا طبعاً. يعني روحه الكبيره كمان بنأكد وليد سليمان اكيد هو طبعا خارج المباراه، لكن كمان بيقوم بدوره، يعني بيتكلم على الناس عندها خبرات، مش بس خبراته داخل الملعب، لا خبراته خارج الملعب، وحتى لو ما كانش موجود في الملعب النهارده وليد سليمان بيرسل رساله جميله جدا جدا، بتعرفنا قيمه النادي الاهلي وتعرفنا اولاده وتعرفنا قد ايه بنقول الانتماء، وكمان دور الناس الكبيره في الفرقه ازاي تتعامل مع هذه المواقف. يعني على الفيسبوك النهارده وليد كتب: اتعلمنا وتربينا على حقيقه ثابته، الاهلي بمن حضر. نعم الاهلي ينتصر بروحه لا بأسماء لاعبيه. كمان قال، وده كانت رسالة لزملائه، بيقول: زملائي في الفريق قلبي معكم، كنت أتمنى أن أكون بينكم مقاتلا من أجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة، ولكن يعني كل جماهير النادي الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود. كمان قال: العبوا من أجل ناديكم، دعوا النسر الأحمر يحلق من جديد في سماء أفريقيا ويتجه نحو العالمية، وعسى أن تقرأه شيئا وهو خير لكم. هو ده الدور اللي كنا بنتكلم عليه، إذا كان وليد، إذا كان بنتكلم عن الناس الكبار، الشناوي، أيمن أشرف، بنتكلم على علي معلول، بنتكلم على عمرو السولية، بنتكلم على مروان محسن، هي دي الخبرات اللي موجودة. ولو كان وليد خارج الصورة على المستوى الفني، لكن وليد بنأكد لكم أنه داخل الصورة من الأجواء زي من دوره كقائد للفريق طبعا. بيساند لعيبته، بيساند جهازه الفني بشكل كبير جدا، وكنا نتمنى اكيد ان وليد يكون موجود ولو حتى على صفوف البدلاء، لان بيكون ليه دور فني كبير جدا. لكن كل ده نغلفه ان شاء الله الاهلي بمن حضر، كل اللعيبه الموجوده ان شاء الله موجود على ارض ملعب بكره، هيكونوا رجاله هيحققوا ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله اولا توفيق ربنا، ويكونوا موفقين ان شاء الله ان هم يحصلوا على هذه البطوله الكبيره يا رب إن شاء الله. يا رب. انا بس بمناسبه وليد سليمان وربنا يا رب يشفيه من كورونا فيروس هو وسليم يا رب، عايزه النهارده برضه اقول لك المهندس عادل القيعي: الحمد لله على السلامه، نورت قناه النادي الاهلي ونورت
ملك وكتابه، ويعني من غيرك كان ناقص ناقص حاجه. يعني انا مبسوطه جدا انه رجع بالف سلامه، او ظهور لي بعد ما تعافى من كورونا فيروس. فانا بقول لك انت نورت يا كابتن عدلي، يا باشمهندس ويا كابتن برضه ويمشي صحيح. نورت يا باشمهندس، الف الف حمد لله على السلامه. ما نشوفش فيك ابدا حاجه وحشه حبيبي. انا بقى عايز اتكلم في حاجه تانية النهارده، وانت بتتكلم عن اللعيبه اصحاب الخبرات يا كابتن هاني اللي يمكن يعني كسبوا البطوله قبل كده، والمدرب صاحب الخبرات الكبيره. نقدرش النهارده نغفل دور موسيماني اللي كسب برضه اللقب قبل كده، وده بيكون يمكن ليه دور مهم وكبير بالذات في توقيت زي ده، وهو بقى متعود ومتمرس على اجواء المباريات النهائيه. ولازم يكون المدرب واعي وفاهم وبيعرف يدير الملعب زي ما هو عايز. واحنا الحمد لله من حسن حظنا ان احنا عندنا ده متوفر في مستر موسيماني. كمان من الحاجات الجميله جدا هي اتحاد الكره الجنوب افريقي، بقى اتحاد الكره هناك عندهم في جنوب افريقيا بيدعم موسيماني بشكل كبير جدا قبل مباراة بكرة. يمكن النهاردة كان في كلام كبير وصفحات بتتكلم عن تمنيها له بالفوز مع بطل أفريقيا التاريخ النادي الأهلي، وأنه يتوج بالبطولة. يمكن هنا عايزة أذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم تييجو موثلاتي، قال أنه في الظروف العادية من المفترض أن يكون المرء محايد وأن يستمتع بأفضل أندية كرة القدم في القارة، لكن في الحقيقة هو أنني أشجع بيتسو والأهلي للفوز باللقب. يعني هنا ما قدرش أنه يعني يخفي تحيزه وانتمائه طبعا، أو تشجيعه للنادي الأهلي النادي القرن طبعا. فهنا طبعا كمان كان ليه تصريحات بأنه موسيماني الراجل ده واحد مننا، وبالتأكيد عنده أمنية في المكان اللي يعني عايز يلقب أو يعني يحصل من خلاله على لقب دوري أبطال أفريقيا. وقال أنه شايف في بيتسو وشايف في الأهلي أنه هيتوج بالبطولة دي. يمكن كمان ختم رسالته لموسيماني لما قال إلى بيتسو، أتمنى له حظا سعيدا، وإذا فزت باللقب يوم الجمعة فلن تجعل نفسك وعائلتك فخورين فحسب. طبعا إحنا كمان يعني بنتمنى له كل التوفيق يا رب مع فريقنا. بيتكلم كمان على موسيماني إن هو سفير لجنوب أفريقيا هنا في مصر، وهو دايما فخور إن موسيماني بيمثل حتى بلده على المستوى على مستوى جنوب أفريقيا، إنه ليه كمان يعني دلوقتي النادي الأهلي ليه جماهير كتيرة جدا جدا في جنوب أفريقيا. خلينا نتكلم كمان على جزء ان مارتن يول، طبعا عارفين المدرب الاهلي السابق المدرب الكبير الهولندي مدرب النادي الاهلي وتوتنهام السابق، كمان كان من خلال طبعا زميلنا عمر البنوبي عمل معاه حوار وقال يتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو الاكثر خبرات ويتمنى الفوز للنادي الاهلي لاستكمال مسيره البطولات الطويله. اكيد شيء رائع وجميل، مشاعر يعني رائعه بنشوفها من دولة صديقة زي جنوب أفريقيا أو من مارتن يول أحد يعني الممثلين للإدارة الفنية للنادي الأهلي. لكن خلينا نقول في النهاية المهم في المباراة بكرة صورة مصر، وتكلمنا عن النقطة دي كتيرة جدا جدا، إن بكرة إن شاء الله هو يوم تاريخي لمصر، هو حدث يحدث لأول مرة في تاريخ القارة السمراء إن اتنين النادي الأهلي ونادي الزمالك في مباراة نهائية في البطولة الأفريقية. إن شاء الله تكون اللعيبة على مستوى قدر الحدث في الأخلاق والروح الرياضية والتعامل مع بعض داخل الملعب، التعامل مع الحكم بيبعدوا كتير جدا عن العصبية، وهم كمان يعرفوا أن هذه المباراة بالنسبة لهم مباراة تاريخية، مباراة مش بيتابعها بس مصر ولا الأمة الأفريقية ولا الأمة العربية، بيتابعها العالم كله، وده شفناه من خلال يعني اهتمام الفيفا كمان بهذه المباراة. يعني خلينا نتكلم إن شاء الله بإذن الله هذه المباراة تخرج، أنا متأكد على الإطار التنظيمي وعلى إطار الشكل قبل المباراة إن شاء الله هتكون تنظيم على أعلى ما يكون. خلينا نشوف تقرير للرائع طبعا يعقوب السعدي، أحد يعني الناس اللي أنا على المستوى الشخصي بحبهم جدا جدا، ودايما بيكون تعليقاته وتصريحاته وكلامه عن مصر بشكل عام أكتر من رائعة، بيبدع في طبعا أحاديثه. طبعا هو رئيس قناة أبو ظبي الرياضية، بيتحدث، تعالوا نشوف تقرير بيتحدث عن مباراة النادي الأهلي والزمالك وهذا النهائي التاريخي. وبصراحة يعني زي ما بقولت يعني يعقوب السعد لما بيتكلم عن مصر أو النادي الأهلي بيتكلم بقمة الإبداع، وده يعني مش غريب على يعقوب السعدي اللي هو دايما
يعني بيمتعنا، ودايما جماهير النادي الاهلي ليها رابط خاص كمان بيعقوب السعدي من حب وتقدير. تقرير رائع، كلمات اكثر من رائعه بتعبر عن مش بس الليلة التاريخية دي وأحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا، لا ده حب كبير وعشق لأم الدنيا مصر. احنا معانا دلوقتي عبر زوم رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية السيد يعقوب السعدي، العلامة المميزة جدا في الإعلام الرياضي الإماراتي والعربي. برحب بك أبو نواف. شكرا استاذ سهام، سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي مع الكابتن هاني رمزي الاسطوره. حبيبي ربنا المدافع العظيم هاني رمزي، سعيد اني اكون معاكم في اسم جميل جدا، البيت الكبير، برنامج يصلح انه يكون رياضي اجتماعي فني يعبر عن الأهداف الأهلاوية الجميلة. بصراحة احنا سعداء بحضرتك جدا، مش بس كإعلامي على المستوى العربي، إعلامي متألق، لكن كمان على مستوى المهني والمستوى اللي حضرتك بتقدمه. كل أي واحد تسأله في الشارع أول ما يقول يعني الأستاذ يعقوب السعدي على طول، يعني كمية الحب والتقدير لحضرتك هنا في مصر على مستوى كبير جدا جدا، وده من خلالك ومن خلال كل ما تقوم به من تقديم إعلام محترم وإعلام يليق به مش بس المواطن الإماراتي لكن المواطن العربي بشكل عام. ومن هنا أخذ حضرتك لمباراة إن شاء الله بكرة، وأعرف من حضرتك يعني مباراة تاريخية بهذا الحجم الكبير جدا جدا، وأكيد حضرتك هتقوم بتغطية أكتر من رائعة زي ما متعودين دايما في أبو ظبي الرياضية، لكن حضرتك عشت الأجواء ديت من خلال إقامة مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك في بعض العديد من المناسبات في طبعا الدولة الشقيقة الإمارات. الأجواء دي كنت عايشها إزاي، وبتقارنها إزاي بأجواء ليلة مباراة القمة التاريخية في تشامبيونز ليج الأفريقية يا أستاذ يعقوب؟ شوف كابتن هاني وأستاذ سهام، يعني أنا أكيد عايشت الأهلي والزمالك وتابعهم من فترات طويلة، وتشرفت أني غطيت لماتشات للأهلي والزمالك. طبعا الأهلي والزمالك من أروع الدربيات على مستوى العالم، ليس على مستوى الوطن العربي فقط. لكن طبعا كابتن هاني ماتش بكره مختلف تماما عن الماتشات اللي كانت قبل. صحيح. الماتش ده ما كانش يعني ده لاول مره يصير على نهائي كاس افريقيا، يعني الوضع مختلف تماما، مختلف في اللقب، مختلف في الجوائز، مختلف في وضعيه الفريقين دلوقتي. ماتش كل الحاجات اللي موجوده فيه مختلفه تماما، يعني فبالتالي اهتمام كبير بالمباراة هذه. المباراة نتمنى أن تليق بمستوى الفريقين، أن تعكس مصر كحضارة، تعكس مصر كصورة مبهجة لكل العالم ليس فقط للوطن العربي. طبعا لا للتعصب، هذه المبادرة كانت جميلة جدا من وزارة الشباب والرياضة، وأتصور الأيام القليلة الماضية تم تكريسها بشكل جميل جدا. في النهاية هي مصر الأم، هي الهدف مصر، يعني أهلي وزمالك نعم من مصر، لكن في النهاية الهدف هو إبراز اسم مصر للعالم. هو مصر الكسبانة في اللقاء دوت، يعني هي مصر، اسم مصر هو الكسبان في النهاية أيا كان. صح. من الفائز أكيد كل أهلاوي يتمنى النادي الأهلي، وأكيد كل زملكاوي يتمنى نادي الزمالك، لكن خلينا نقول إن شاء الله هو الكسبان من هذه المباراة إن شاء الله يكون اسم مصر على مستوى التنظيم، أكيد. على مستوى كمان الأجواء خلال المباراة ومن بعد المباراة، وأكيد كلنا نتمنى النادي الأهلي يكون صاحب إن شاء الله البطولة الغالية علينا يا رب. إن شاء يا الله. رب. بس أستاذ يعقوب، يعني يمكن لقاء الأهلي والزمالك أقيم أكثر من مرة في الإمارات، فأنا عارفة أنه حضرتك طبعا يعني كنت من تدير يعني هذه اللقاءات طبعا، وبصوتك المميز وبالتغطية المميزة في قناة أبو ظبي، كلمنا عن الأجواء دي. الأجواء حلوة سهام، الأجواء ممتعة، جو كورة خارج الملعب أكثر من داخل الملعب، تنافس بشكل جميل جدا. أنا أتمنى في نهاية اليوم أن
التحدي، وان اكيد زي ما قال الكابتن هاني كل مشجع يطمح ان فريقه هو اللي يفوز، بس في النهايه انه يكون تخرج المباراه بتنافس مميز. الاهلي والزمالك سهام من يوم بدت من اول لقاء بينهم في 1917 الاهلي والزمالك مباراه، كل مباراه فيها حتى لو مباراه وديه هي مباراه تاريخيه. صحيح. فالمباراه دي يعني ما المفروض ولا حد يفوتها، يعني حتى لو ما يحبش الفريقين بس المباراه دي ما تفوتش، يعني لازم لازم الكوره بيقعد يتابع. طبعا طبعا، فما بالك مباراه على كاس افريقيا يعني، وفي الوقت يعني، وفريقين هم الاعظم في افريقيا من حيث العدد، عدد المرات يعني 8 مرات الاهلي، 5 مرات الزمالك، يعني الاثنين ارقام قياسيه بالنسبه لهم في البطوله. اكيد ارقام قياسيه، منتظرين بكره ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول مباراه قمه على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيم ان شاء الله. وبما انك طبعا استاذ يعقوب كمان من الناس اللي بتحب الكوره وكمان عندك تحاليل فنيه رائعه في كره القدم، نحب برضو نعرف رؤيتك الفنيه من خلال لقاء النادي الاهلي والزمالك بكره، شايف المباراه فنيا ازاي؟ والله يا كابتن يعني انا فنيا مش 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 قادر افوز عليك فنيا، يعني ماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك ملوش علاقه فنيه. عندك كل حاجه تختلف، عندك كل حاجه في الديربي تختلف، ملهاش علاقه. انت تكون في افضل وقت ليك تيجي الماتش، ما الامور كلها تختلف. صحيح، يعني الماتشات اللي زي ديت بيكون حتى لما بنسال ضيوفنا بالظبط، نسال ضيوفنا على مستوى الخبرات التدريبيه، يجي عند مباراه النادي الاهلي والزمالك يقول لك ستوب، انا ما عنديش توقعات، ممكن نحلل اداء فني، لكن المباراه كل مباراه الاهلي والزمالك بتخرج بشكل مختلف عن كل التوقعات وكل التصورات الفنيه يعني. وصعب على كل الفريقين كابتن، صعب على الفريقين أكيد. يعني اكيد أكيد صح. أكيد. لو حابب دلوقتي توجه يعني كلمة للفريق وللعيبة وللجمهور كمان، تحب تقول لهم إيه؟ أوجه للفريقين بصراحة إنه يظهروا بشكل مميز في المباراة، وزي ما قلت سهام في البداية مطلوب من اللاعبين، لاعبي الفريقين، إنهم يقدموا أول شيء مستوى فني يليق باسم مصر. ثاني حاجة التصرفات، لازم كل واحد يكون تركيزه فقط على المباراة فقط، وليس شيء آخر. نتمنى أن المباراة تخرج بشكل مميز. في النهاية لازم كل فريق يرضى بالنتيجة، يعني أكيد في فايز وفي خسران بكرة، ودي كرة القدم ودي الرياضة، يعني اي فريق فيها لازم غالب ومغلوب لازم يرضى بالواقع. اهم حاجه ان المباراه تخرج بشكل مميز وترضي كل طموحات الناس اللي يتابعوا المباراه. طبعا اكيد اكيد نتمنى دوت على مستوى اللاعبين، وكمان رساله لحضرتك على المستوى الجماهيري. حضرتك اكيد متابع السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ونوع وزي ما حضرتك قلت الدكتور اشرف صبحي والدوله كانت بتقوم بدور اكتر من رائع في عمليه نبز التعصب، كمان رؤيه حضرتك للجماهير، رساله للجماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك وجماهير مصر عامه، رساله من حضرتك يعني حتى بعد اجواء المباراه اكيد هيكون في فائز وخاسر، لكن رساله من حضرتك لجماهير الكره المصريه بشكل عام. المشكله يا كابتن السوشيال ميديا مش هتقدر تسيطر عليها. انا عارف، احنا بنحاول يا استاذ يعقوب بنحاول. بس طبعا نتمنى من الجمهور ايضا انه يقتنع ان الماتش فيه غالب ومغلوب. صحيح. نتمنى ان للفريقين بصراحة تقديم مباراة مميزة، نتمنى من الجمهور الهدوء، أن يدعم فريق، أكيد ما في، نعرف أن ما في جمهور داخل الملعب ولكن خلف الشاشات، نتمنى أن في نهاية أن الواحد لازم يكون عنده قناعة أن الرياضة كذا، لازم نتقبل الوجهين للرياضة، صحيح خسارة وفوز. صحيح. صحيح. بس
صحيح. يا رب يا رب على خير ان شاء الله، وفريقنا يفرح الملايين اللي مستنيه ان شاء الله يعني ان هي تسعد باذنك يا رب. انا عارفه ان انت عندك تغطيه كما اقل من نص ساعه تقريبا على قناه ابو ظبي. اقل من نص ساعه دي حقيقه، وعارفه ان في مفاجات، وعارفه ان انت دايما بنستمتع بصوتك يعني، بس احنا واخدينه قبل ما تبدا يعني صوتك اهو. انا اتشرف. احنا بنشكرك جدا جدا، نتمنى لك كل التوفيق، مستنيين مفاجآت وتغطيه مميزه كالعاده. سيد يعقوب السعدي رئيس قنوات ابو ظبي الرياضيه، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. سعداء بيك. شكرا كابتن هاني. شكرا. سعداء بيك دايما، شخصيه رائعه، شخصيه محبوبه على المستوى الجماهيري، شخصيه متزنه يعني، بيتكلم باتزان واضح جدا، وكان بيتكلم وبيأكد ان المباراه حتى على المستوى الفني مباراة ما حدش يقدر يقول مين يكون الأقدر فيها على الفوز. طبعا نتمنى النادي الأهلي، لكن على مستوى مصر، هي مصر هي الفائزة بإذن الله بهذه المباراة التاريخية إن شاء الله. أكيد. أنا بس عايزة أعلق عن على التقرير، وعايزة أعلق إنه ده زي ما أنت قلت كده، دي مكانة مصر، مكانة مصر والإمارات قد إيه بتعبر عن يعني يمكن العلاقة اللي بتدخل في أمور كثيرة جدا، ومنها الكورة ومنها المجال الرياضي. فإحنا بنشكر جدا جدا سيد يعقوب السعدي، لأن أنا بصراحة بشكل شخصي بستمتع بالكلمات اللي بتيجي في التقرير، مش بس عشان هي كلمات رائعة أو موزونة أو فيها حتى بحسها ساعات أحيانا يعني كلمات ممكن هي طلع من القلب، بس فيها روح. وده اللي بيميز التقارير اللي بيقولها يعقوب السعدي بصوته. ده حقيقي. يا رب الأهلي يكسب ان شاء الله. امين يا رب. احنا لسه طبعا مع اخبار النادي الاهلي او اخبار القمه بقى، خلينا نقولها نقول كده. الاتحاد الافريقي النهارده كاف بيعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراه الاهلي والزمالك، بعونه المغربي رضوان جايد حكما لتقنيه الفار، وفي حكم رابع الجامبي جاني سيكازوي. النهارده كمان يمكن في اجتماع فني خاص بالمباراه ديت باستاد القاهره طبعا، زي ما حضراتكم شايفين بالصور كده، حضروا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، سمير عدلي المدير الاداري، دكتور عمرو محب المترجم، وائل محمد ومحمد اسامه طبعا الاداريين. الاجتماع ده اسفر عن ايه؟ اسفر عن ارتداء الاهلي للقميص الاحمر والشورت الاسود، وطبعا الحارس هيرتدي الزي الموف، والزمالك طبعا بيرتدي الزي الابيض كاملا، والحارس هيرتدي اللون الاخضر. يمكن خلال الاجتماع ده تم التاكيد على موعد وصول الفريقين لاستاد القاهره قبل ساعه ونص من انطلاق المباراه. ان شاء الله يا رب نستمتع بكوره حلوه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله متفائلين وبالفوز ان شاء الله، متفائلين جدا جدا، لان مشوار النادي الاهلي في البطوله. مش بكلمك انت، انا عارف بكلمهم هم. وانا عارف ان شاء الله متفائلين كلنا يعني، احنا ان شاء الله بندعي للمباراه. خلي بالك برضو احنا ان شاء الله يعني هدوء، يعني خلينا نتكلم بهدوء. كلنا منتظرين هذه المباراه بشكل كبير جدا. انت بتقول لي انت في الاجواء دي، انا ما ده بيقول لي انا ما بقدرش اروح الاستاد، انا بتفرج في البيت وبعد كده ممكن انزل افرح في الشارع. لا مش طبعًا مشكله. هو طبعا المباريات زي ديت بصراحه الواحد يعني بيبقى على اعصابه، ما فيش شك، زي الجماهير يعني. انا عندي خبرات كلاعب وعشت الاجواء ديت كلاعب، لكن دايما كنت حتى بقول للعيبه لا يعني انتوا مش حاسين، وانت في الملعب ما بيكونش حاسس قوي بالجماهير بره. الجماهير بره بتبقى كل حركه وكل ثانيه بتمر بتبقى عصبيه زياده يعني. بس اكيد لا اكيد عندهم الاحساس ده، اكيد وصلهم. انا ما بتكلمش على احساس يعني، هو بيلعب، هو عارف مسؤوليه وعارف طبعاً ان الجماهير مستنياه وكل حاجه، لكن ال 90 دقيقه بتمر على اللعيب يمكن اسرع شويه من الجماهير. فيعني كلنا نتمنى ان شاء الله اولا توفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله استعد بشكل كبير، وخلينا نتكلم توفيق ربنا يعني. احنا دايما بنتكلم ان انت تعمل اللي عليك، والنادي الاهلي شايف ادارته من خلال مجلس اداره النادي، من خلال الاداره الفنيه، من خلال اللاعبين، شايفين قد ايه هم يعني ادوا 100% ومليون في الميه من اللي يقدروا عليه. يتوقف ان شاء الله بكره توفيق ربنا، يتوقف بكره زي ما قلت الثلاث عوامل ان شاء الله باذن الله اللي ممكن تكون سبب للفوز. تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله باذن الله. احنا الفريق اللي اقل ارتكابا للاخطاء ان شاء الله، احنا كمان الفريق اللي اكثر
يعني استغلالا للفرص، وان شاء الله كل ده يتوج باذن الله بالبطوله الافريقيه. تعالوا نروح مع بعض الاخبار العالميه. طبعا لا صوت يعلو على صوت رحيل الاسطوره دياجو ارماندو مارادونا، وداع شعبي كبير جدا جدا النهارده للاسطوره مارادونا الى جسمانه، وصل الى قصر الرئاسه الارجنتيني، والجمهور ودعه وداع مهيب بصراحه. كان بعد كده تحرك الجسمان راح الى مقر الحكومه الارجنتينيه تمهيدا للدفن مارادونا. وطبعا وفاته عملت رد فعل كبير جدا جدا على المستوى العالمي، بقدر طبعا نجوميته وبقدر شهرته وحبه الجماهير ليه بشكل كبير جدا، وده كان واضح، يعني كان واضح على كل عائله يعني تنتمي الى كره القدم في العالم كله. شفنا امبارح دقيقه صمت للحداد على مارادونا في مباريات دوري ابطال اوروبا، طبعا ده كان يعني زي ما بنقول يعني حدث، يعني كان مفاجأة كبيرة جدا للناس، وناس فعلا حتى على التواصل الاجتماعي ناس حبت كرة القدم مع انها بسببه يعني يعني مارادونا يعني اسم كبير جدا. والنهارده يعني الجنازة المهيبة اللي حصلت دي بترد جزء كبير جدا من قيمة مارادونا على المستوى العالمي لكرة القدم. طبعا والناس كتيرة يمكن حتى في الوداع لابسين التيشيرتات بتاعته ورقمه. يمكن أكتر نادي عمل معاه مارادونا يمكن إنجازات كبيرة، كان نابولي فاز تقريبا بكل البطولات، يمكن وصلهم لمنصات التتويج الأوروبية في نهاية الثمانينيات مع بداية التسعينيات. جمهور نابولي النهاردة يمكن اتأثر بوفاته جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي في الصوره، يمكن وداعه بالدموع في شوارع طبعا المدينه الايطاليه، وهو فعلا ايقونه الارجنتين زي ما احنا قلنا امبارح، ده صحيح. اسطوره الكوره العالميه، وهيظل في تاريخ يعني عالم كره القدم صحيح. العالميه صحيح. اكيد من نابولي كمان نادي بوكا جونيور الارجنتيني، ده النادي اللي ينتمي ليه مارادونا وبدا فيه مشواره مع الكره، وضعه بشكل مؤثر جدا جدا. طبعا معروف الملعب الشهير دوت الخاص بنادي بوكا جونيور، وفي طبعا غرفة زجاجية خاصة بمارادونا تمت إضاءتها بشكل منفرد، ويكون الضوء بس هو الضوء الوحيد المنور في الملعب تكريما طبعا للأسطورة. زي ما احنا شايفين طبعا في الفيديو، هي الأوضة اللي حضراتكم شايفين الاستاد كله مظلم ضلمة، ما فيش غير الأوضة بس اللي تنتمي، هذه الأوضة اللي تنتمي لمارادونا هي الوحيدة اللي كانت منورة. طبعا يعني أولا حزنا على مارادونا، وفي نفس الوقت بتقول إن مارادونا رغم رحيله لكن سيبقى علامة منورة مش بس على هذا الاستاد، لكن علامة منورة دائما في تاريخ الكرة العالمية. طبعا أكيد. طبعا أكيد. نادي برشلونة الأسباني يمكن، واللي لاعب معاه كمان يمكن مارادونا في واحدة من القدرات الرائعة، خلينا نقول ما بين 82 و 84 تحديدا، يمكن كمان نكس الأعلام النهاردة حزنا وحدادا ووداعا يعني على رحيله، طبعا لسه مع يعني الأسطورة الأرجنتيني مارادونا اللي خبر رحيله تصدر الصحف العالمية النهاردة الصبح. طبعا كان في صدمة كبيرة من جمهور الكرة العالمية، فخلونا نروح نشوف التقرير ده عن مارادونا اللي تصدر الصحف زي ما قلنا من بعده فاصل، وبعد الفاصل استقبل اثنين من نجوم الصحافة، الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ سامي عبد الفتاح البيت الكبير. احتلت صورة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا صدارة الصحف العالمية صباح اليوم الخميس بعد صدمة جمهور الكرة العالمية بنبأ وفاته أمس الأربعاء إثر سكتة قلبية. كان العنوان الأغرب والغلاف الأكثر دهشة، ذلك الذي صنعته صحيفة الأوبزرفادور الأوروغوايانية، والذي شهد تساؤلا عجيبا، إلى أي كوكب ذهبت؟ وفي إنجلترا كتبت صحيفة تايمز على غلافها في يد الرب، مع صورة لمارادونا بعد تسجيله هدفه الشهير بيده في مرمى إنجلترا بكأس العالم عام 1986. أما صحيفة كورياري ديلو سبورت الإيطالية فكتبت على صدر غلافها يعيش مارادونا، وانتشرت صور مارادونا على مختلف أغلفة الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس تقديراً لما قدمه من متعة للأجيال التي شاهدته في الملاعب طوال سنوات نشاطه.
اهلا بحضراتكم في قارتنا الحواريه الاولى هنا في البيت الكبير. اثنين من النقاد الرياضيين الكبار جدا يمكن هنتكلم معاهم، اولا على طبعا ملف النادي الاهلي ومباراه بكره ان شاء الله، وكمان على التقرير الرائع اللي شفناه، تاريخ لقاءات النادي الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. خلينا نرحب بالاستاذ الكبير الاستاذ جمال زهير. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك كابتن، منورنا، ربنا يخليك. طبعا الناقد الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. انا كابتن. مساء الخير يا استاذ سامي. مساء الخير، اخباركم ايه؟ والله تمام الحمد لله. نفرح بكره بالماتش كجماهير مصريه اولا واخيرا، ونشوف اداء كويس من فرقتين وروح رياضيه عاليه ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم طبعا عن المباراه، يمكن تاريخ لقاءات النادي الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. 8 لقاءات، يعني كان 5 فوز للاهلي وثلاثه تعادل وما كانش فيه هزيمه. هل ليه الارقام التاريخيه دي مدلول بكره، ولا بكره بيبقى مباراه من ليها طابع خاص واجواء خاصه؟ يعني هو طبعا اليوم بكره استثنائي زي ما ذكر التقرير، انه اول ماتش نهائي بطوله انديه ابطال. طبعا ما حصلش قبل كده ان يلتقي الاهلي والزمالك في هذا النهائي. طبعا يعني الحلم البطوله تتكلم في 90 دقيقه او 120 دقيقه، يعني فحلم كبير جدا للفرقتين. الاهلي بيسعى للتسعه وهي مش بعيد عنه، والزمالك برضه في حاله جيده واللقب السادس، هو عنده 5 القاب. انا شايف ان المباراه كبيره وصعبه على الفرقتين. الدور هيلعب فيها الدور المهاري لبعض اللاعبين دور كبير جدا، والحارسين الشناوي وابو جبل. يعني ده برضه من ملامح هذا التشكيل. انا المهم يعني ظرف الكورونا الاستثنائي اللي حل على هذا النهائي، سواء حتى في الدور قبل النهائي كان له برضه بصمات وحل ويعني طارد الفرقتين في الدور قبل في الدور النهائي. فانا شايف بس ان الاهلي اكثر تاثرا بهذا الفيروس اللعين، وانما طبعا ردت اللعيبه وروح احساسهم بروح الجماهير دي نقطه مهمه جدا. يعني حتى المباراه بدون جمهور، لكن استحضار الجمهور في يعني قلوب اللاعبين دي نقطه مهمه. يعني انا يعني في حاجه مهمه جدا، ان معظم اللعيبه دي ما لعبتش نهائي افريقيا قبل كده، لكن عندهم استعداد ان للقب، وعندهم عزيمه عاليه جدا، وده لمسينه في العروض الاخيره خصوصا مع الوداد المغربي قد ايه هم كانوا يعني متشبثين بحلم اللقب. يبقى استحضار روح الجماهير معاهم في الملعب عشان يقدروا يوصلوا للقب وكاس الاميره السوداء اللي هو يعني غايب بقاله 6-7 سنين تقريبا، 2013 من 2013. فطبعا اللقب مهم جدا، ويعني الجائزه الاكبر بعد كده اذا كان هيبقى في كاس العالم للانديه. طبعا دي جائزه ظهور جديد لبطل افريقيا من مصر، يعني هي كاس مصريه ان شاء الله، وده العلامه اللي بنحطها عليها وبنهتم بها جدا كنقاد رياضيين. صحيح ان شاء الله كاس مصريه اهلاويه باذن الله. يعني كلنا نتمنى. وانت كده مش غلطان. انت هي مصريه اهلاويه، ومع كل الاحترام طبعا للمنافس. لا طبعا اكيد يعني. هي نقدر نقول برضو كابتن انه هذه البطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني اللقب ده مهم جدا، ويمكن النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت كلها كان هو الاكثر تاهلا الى هذه النقطه، الى المباريات النهائيه، وكان بيخرج في الدور النهائي لاسباب. يعني انا بشوف ان يعني خروج بسهوله جدا وغير متوقع. يعني الاهلي كان اقرب للفوز في مرتين متتاليتين اللي هم البطولات السابقه، انما احنا بنتكلم بقى على البطوله دي. النادي الاهلي هذا الموسم هو الاكثر جاهزيه والاكثر اكتمالا طول الموسم، حتى على مستوى الدوري العام هو المتفوق بشكل كبير، بدليل الفارق النقاط اللي بينه وبين اقرب المنافسين له يعني في البطوله، وحسم بطوله الدوري مبكرا،
ده يدل على ان النادي الاهلي صاحب نفس اطول، وانا بتمنى انه النفس الطويل ده يبقى موجود في المباراه النهائيه. يعني يمكن انا تابعت برضو حوارك امبارح كان مع كابتن ماهر همام وكابتن عادل طاهمه تقريبا كان موجود، وانا مع وجهه نظر كابتن ماهر همام في، ويمكن انا بقولها لك يعني في كذا لقاء، انه الدفاع الكويس، لانه الزمالك اعتمد خلال اخر لقاءات مع النادي الاهلي على انه هو كارتيرون كان بيعرف عارف امكانيات الفريق بتاعه، فكان بيلعب على انه يامن دفاعيا كويس قوي ويعتمد على الهجمات المرتده. فانا بتمنى انه فرقه النادي الاهلي بكره باذن الله تبقى يعني واعيه او يقظه لهذه النقطه. ويمكن قريت تصريح برضو للمساعد بتاع موسيماني في اللي هو اللي كان مساعد هناك معاه في فريقه يعني افريقيا بالظبط بالظبط اسمه هو كان دلوقتي ماسك مدير الفني لسان داونز بالظبط، فهو كان مساعد معاه وقال تصريح مهم جدا انه موسيماني لسه حتى هذه اللحظه رغم الاداء الكويس للنادي الاهلي مع موسيماني اللي كل الناس معترفه بيه، انما لسه ما وصلش كل حاجه ويعني ما حصلش الانسجام الكامل بينه وبين اللعيبه. صحيح ده حقيقي. وبالتالي فهو يعني انا بقى اللي بقول ان انا بميل لوجهه النظر، مش هو اللي بيقلدني يعني، انا اللي بقلده، انه هو قال فعلا انه يجب الحذر. الحذر هنا مش معناه الدفاع اللي هو العشوائي، بالعكس، ما هو انت عندك الامكانيات ان انت تبقى حاطط الفرقه اللي قدامك وتشجعها على ان هي تهاجم، ما تلعبش بشكل دفاعي، لانه لازم تخليه يفتح خطوطه يعني. صحيح. يعني هنا هتبقى المعادله الصعبه هنا انه هو الفريق المنافس نادي الزمالك هيبقى بيتمهل شويه في انه يعني ممكن احساس القوه عندك او احساس تفوق عندك في النادي الاهلي يغريك او يغري اللاعبين بانهم يهاجموا من اول دقيقه. بص انا اكلم يعني حضرتك في النقطه، انا فاهم وجهه نظر حضرتك، ويمكن بس مش معناه دفاع عشوائي هاخدها لا طبعا هاخدها في اطار تقييمي حتى للمباراه، مباراه الدوري اللي الاهلي اتغلب فيها 3-1. تمام. لو بصيت لمجمل المباراه هتلاقي ان النادي الزمالك يعني خلق اربع فرص للتهديف بالظبط، احرز منهم ثلاثة بالظبط. النادي الاهلي خلق تقريبا سبع فرص للتهديف احرز منه هدف، ودي النقطة اللي كنت بتكلم عليها، ان الفريق اللي اقل ارتكابا للاخطاء هيكون عنده اولوية في الفوز. الفريق كمان اللي اكتر تركيز على مدار ده مهم جدا 120 دقيقة هيكون عنده قدرة على الفوز. كمان النقطة المهمة جدا، الفريق اللي استغلاله للفرص يكون اكتر، يعني لو انت النادي الاهلي المباراة قليلة لان خصوصا عندك 8 فرص جبت منهم 4 تمام 50% كنت هتفوز بالمباراة. فكل دوت اكيد طبعا توفيق ربنا والحاجه، هي دي نقطه بس كابتن، هي نقطه يعني نقطه مهمه جدا. هي هنا مش دعوه الى الدفاع، لا بالعكس، هي دعوه الى السيطره، ولكن انت حاطط الفرقه المنافسه امامك صحيح واخد بالك، وبتحاول كمان بتغريه شويه ان هو يشاركك، ما يبقاش المساله بالنسبه له هو مطلوب ان هو يدافع فقط ويستغل اندفاعك يستغل فرصة من ويستغل اندفاعك من اي هجمة مرتدة ويسجل فيك. وفي هذه الحالة بيبقى صعب جدا لما تبقى انت الافضل والفريق اللي هو بيلعب دفاعي يحرز في مرماك، دي بتخليه هو معنويا عالي وانت نفسيا بتتأثر. صحيح. صحيح. هي دي الفكرة، يعني يمكن انا اتبسطت ان انا سامعها من كابتن ماهر همام كراجل مدافع قديم وخبرات كبيره جدا، وبرضه بسمعها من حضرتك ايدك تماما فدي نقطه مهمه جدا. اما بالنسبه للتاريخ، تاريخ دايما انا بقول ان هو تاريخ النادي الاهلي مشرف ورائع بدليل الارقام اللي اتقالت دلوقتي اللي هي لم يتعرض النادي الاهلي لاي خساره من نادي الزمالك في الثمان لقاءات اللي لعبوهم، 5 مرات فوز وثلاثة تعادل. انما انا هخلي التاريخ ده احنا بنحب نتكلم فيه قبل الماتش،
هو اسمه كمان تاريخ عشان الناس برضه ما تنساش ان التاريخ بالزبط. مدلول هو بيدي ثقه شويه لكن ده تاريخ واتكتب. ايوه اللي احنا فيه بقى دلوقتي هو الحاضر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو انت كيف تستطيع بامكانيات لاعبتك ان انت تحقق انك تبقى ليدنج عليه يعني. طيب انا هاخد جزئيه وجزئيه من كلمه التاريخ واسال حضراتكم انتوا الاثنين وابدا بالاستاذ سامي. حضراتكم طبعا مريتوا ك يعني نقاد رياضيين سنوات طويله جدا جدا وعاصرتوا مباراه قمه كبيره جدا. عايز اشوف التناول الاعلامي من خلال حضراتكم او من الاجواء الاعلاميه هل اختلفت زمان عن دلوقتي وابدا بالاستاذ سامي. طبعا يعني في السابق هنقول بس 10 سنين بس فاتوا خلينا في 10 سنين قبل ما تخش السوشيال ميديا واستديوهات التحليل والاجواء دي كلها كان الاستاد ده بالنسبه لنا هو معبد يعني فيعني بنخش فيه من قبل الماتش بساعتين نجهز بورقنا وبزجاجاتنا. كنتوا بتروحوا الساعه كام؟ كانت دايما بتهيألي ماتش الاهلي والزمالك الساعه 3 الظهر على ما افتكر يعني لازم قبل الماتش بساعتين. لو 3 هتروح الساعه 10 او 9 يعني انا افتكر يعني طبعا غير قبل كده كمان كنا مشجعين مثلا ماتش ماتش الاسماعيلي والانجلبير مثلا 9 انا رايح من الساعه 10 الصبح يعني ده حاجه استثنائيه. فطبعا كنا بنروح عشان نستمتع يعني مش مجرد بس هنشتغل لا بنروح نستمتع كمان وكانت كل الادوات تحت ايدينا يعني مفيش حاجه يعني يا اما شاشه تلفزيون مع المشاهد يا اما الجورنال مفيش وسائل اخرى. بقى بتلاقوا صعوبه كبيره جدا انك تعرف تشكيل الفرقه لا كان يعني في ما كانش زي دلوقتي لا برضو يعني الامور لا كان طبعا اصعب شويه في حاجة بس كل حاجه كانت تعبير مش موجود دلوقتي كنا بنملي تخيل يعني كنا بالتليفون احيانا طبعا طبعا التمليه دي كان معروفه نكتب على تليفون نشوف هنعمل ايه اذا كان ماتش خارج الاستاد يعني او يعني طبعا ما كانش فيه موبايلات كل الكلام ده يعني حاجه احنا بنتكلم في 10 20 سنه فات قبل كده الدنيا كانت مختلفه لكن طبعا مباراه القمه بالذات بين الاهلي والزمالك دي احتفاليه خاصه بنجهز لها جيوش يعني جيوش من الزملاء كل واحد في له اختصاص معين عشان يطلع احسن ما عنده للقارئ تاني يوم. فطبعا كانت بتبقى متعه حقيقيه ويعني صاحب الشرف الكبير جدا هو اللي هيكتب التحليل اللي طبعا ده السوبر مان في يعني اللي هو واخد الجائزه الكبرى اللي يكتب تحليل مباراه تحليل المباراه قبل بدايه المباراه. طبعا اجواء جميله جدا وما زالت الحقيقه جميله طبعا يعني التحديثات اللي موجوده دلوقتي من موبايلات من سوشيال ميديا من نت كل ده ساعد الصحفيين كتير جدا ان هم يكونوا اسرع في تقديم خدمه متطوره. الاتحادات يعني مقابله اللاعبين والنجوم بعد المباراه دي كانت مساله صعبه شويه ده اصبحت سهله ومنظمه يعني الحاجات دي كلها يعني بتدي البعد اجمل للتغطيه ما بقاش مثلا تحليل وبس. بس بتحس برضو ايام زمان رغم المعاناه بس بتحس ان كان فيها في معاناه يعني انا ساعات كنت بقعد انا بالكاميرا ورا الجول يعني بشتغل محرر ومصور احنا اشتغلنا كمان مع ناس يعني انا في الفتره اللي كنت فيها لسه بادئ في الاخبار كان معانا مثلا كابتن احمد مكاوي نجم الاهلي ومصر القديم وهو اللي كان بيحلل هو اللي بيكتب المباراه فهو كان في فتره معينه لما كبر يعني شويه ما كانش هو بيكتب بايده يعني كان بيجي انا استناه انا كنت لسه بتدرب استناه في الجورنال يقول هو يجي من الملعب واقعد ده دي بدايه يعني وانا اقعد هو يقول لي هو عاوز يكتب ايه وانا اكتبه يعني كان تحت اشراف الاستاذ عبد المجيد نعمان مخصصني كما لو كنت انا متعين عشان كده فانا استفدت جدا من التجربه دي رغم انها تجربه صعبه انما كنت بقعد انا اتملى منه وهو قاعد قدامي واخد بالك ومثلا عبال ما يخلص الماتش كان بيدخن طبعا يخلص علبه سجاير وانا قاعد قدامه اتعلمت لا انا كنت بتعلم منه ايه بقى طريقه تحليله مصطلحاته شايف الماتش ازاي دي خلتنا بعد فتره لما بدانا احنا نكتب ماتشات لا انا عندي الخلفيه من واحد خبرة كبيرة في كرة القدم ده صاحب أول هدف في الدوري
لصالح النادي الاهلي. كنت اسمع كمان يا استاذ جمال استاذ سامي ان كان بيبقى في تنافس ما بين الصحف على اقوى المنشطات يعني. دي موضوع تاني قصه كبيره جدا. لا لازم بس راح لان كان وانا صغير كنت بفتكر كده والدي الله يرحمه وخالي ينزلوا يجيبوا يقول لك شفت مش عارف جورنان حمدي النحاس بص العنوان. انا طبعا اشعر بذلك ان انا احد تلاميذ الراحل حمدي النحاس اللي كان بيعمل بعد كل ماتش كونسولته منشط يعني صحيح. مش مهم المكتوب ايه المهم المنشط ايه. لا خلينا قبل الماتشات قبل المباريات مباريات القمه المنشطات العريضه دي اكيد كانت بتطلع برضو حماسيه. الجورنان هو الوسيله الوحيده يعني بجانب يعني قبل الماتش وبعد الماتش يعني وما بينهما شاشه التلفزيون. فطبعا استاذ حمدي النحاس كان بيعمل وعلمنا الحقيقه وعلمنا ازاي المنشط يعني كانت له منشطات لاذعه جدا وفي الجزء ده الحاجات سجعيه او قويه جدا عنيفه يا فرحنا يا هنانا الاهلي فرحنا وهنانا حاجه كده وفيها قسوه احيانا يعني فيها قسوه يعني طبعا. يعني لما يبقى فيها نقد حقيقي يزعلك بس يفوقك لو انت خسران ولا بتاع. وكان عندنا مقوله شهيره جدا الوالي المهزوم الويل للمهزوم اينما كان اهل زمالك الاتحاد كده قبل المباراه الويل للمهزوم. فطبعا كنا بنقصوا عليه شويه وده كان عشان مفهوم توزيعي يعني والناس حابه كده. فطبعا ما كانش حد بيزعل على كانش حد بيزعل على لان ما كانش في اي اولا ما فيش تجاوز بالظبط يعني كان حتى في دم خفيف ولكن باحترام يعني مفيش اهانه خروج عن النص ما كانش موجود. لا ممكن يكون عنوان يشدك بس انت كمان ينتقدك وانت بتضحك يعني بالظبط. في بيبقى في طوابير على الجرايد الصبح يعني قبل يعني مثلا في النهارده الطبعه الاولى مثلا بالليل او انت خارج من السينما او انت خارج من النادي لازم تدور عليها. تفتكر بعد الماتشات كان يجي مثلا عندنا في الاخبار الاهلي مثلا كسبان فالناس تيجي واقفه بتكتب تحت الجورنان تحت الجورنان والله اكتب يا نعمان عن الاهلي بتاع زمان. حلو قوي ده جميل. والله الناس نفسها بتقول منشطات بتطلع عناوين انت متخيل يعني معنى شوف مدى التلاحم يعني يمكن ده مش موجود دلوقتي. لا يعني الناس بقت بتتفرج على السوشيال ميديا على طول يعني هو قاعد دلوقتي بيتفرج لكن ان هو يروح وتلاقي مظاهره تحت الجريده اهلاويه او اهلاويه بيحتفلوا بطريقتهم فييجوا يعملوا حاجات معينه. بس عايز اقول لك كابتن هاني ان المنشط حتى لو فيه قسوه او التحليل لو فيه قسوه شويه تاني يوم لو انت في النادي الاهلي او نادي الزمالك وهو خسران تلاقي ترحيب بيك يعني في احترام وفي ده بيحترمك وده بيقدرك ومفيش اي مشكله خالص حتى لو في شويه عتاب يعني لو في شويه بس عمر ما كان في تجربة يعني حتى يعني حتى على المستوى المهني كان مثلا صحفي معروف عنه انه اهلاوي ممكن يروح يغطي نادي الزمالك والعكس عادي جدا. عارف الكابتن مكاوي خلي بالك الكلام دلوقتي دوت عارف كابتن مكاوي قعدته المفضلة كانت في نادي الزمالك فعلا والله بعد ما يخلص لعب كمان ويخلص بعد ما ابتدى يبقى صحفي اضيف على كلهم اضيف على كلام استاذ جمال الله يرحمه كابتن ياكن طبعا كابتن ياكن والناس كل وكابتن ابو رجيله والمجموعه دي كانوا بيروحوا يقعدوا مع بعض اضيف يعني على الكلام ده مفيش خالص. كابتن طارق سليم رحمه الله عليه كان قعدته المفضله عند الكابتن حنفي بسطان في نادي الزمالك مثلا يعني كان في تداخل كبير جدا وحتى لما الكابتن حسن حلمي مسك الفتره كده على ما اتذكر اتحاد الكوره النادي الاهلي اداره النادي الاهلي كانت بترفع له تعظيم سلام على طول في كل قراراته يعني دي مش فاكر يعني دي قريناها كمان وحضرناها لما كابتن حسن لما كابتن صالح سليم نجح لاول مره كرئيس للنادي الاهلي كابتن حلمي قال اروح اهنيه كابتن صالح سمع هو اللي راح له هو راح له نادي راح يعني قال لا حلمي راحت فين الروح ديت يعني انتوا وانا جزء من الكيان ده لان انا عشت الجزئيه ديت وانا حتى ما كانش يعني انا لعبت يمكن اربعه قمه قدام نادي الزمالك الاجواء كانت مختلفه حتى مش هنقول ان نوع من انواع التعصب لكن الاهلاويه اللي بجد ما كانش عندهم ده بيتمنوا الخير وبيتمنوا الفوز لكن الاجواء كانت اهدى من كده كتير جدا. وبعدين بعد المباراه بتلاقي الناس
بتزعل شويه، لكن على طول بعديها مفيش بقى التنمر ومفيش التحفيل ومفيش الكلام، لا ومفيش الغل، مفيش غل. ممكن اقول لك كلمه لكن هزار، بنقعد مع بعض ونتكلم يعني. اصل انت المباراه هي اللي بتحسم يعني، ما احنا دايما صوتنا راح في الكلام ده. انا عايز اكسب الفريق ده صح، انت عايز تكسبني كويس، الشاطر هو اللي يلعب ويكسب في الملعب، في الملعب بعد كده ولا قبل كده، ده كله محدش هيفتكره، انت هتفتكر نتائج وسلوكيات واداء كويس هيسجل لك وخلاص. اصبحت الاجواء مش في الملعب بس، دي المشكله. ما بقاش في الملعب، بقت في الادارات وفي الاستوديوهات وفي التحفيل في السوشيال ميديا. يعني المساله خرجت عن، حصل انفلات يعني. يعني النهارده مسؤول ما في نادي ما بيسخن الدنيا عشان حساباته هو، مش يعني مش عشان فرقته يعني، هو بس يعني غرضه ان هو شخصيا يبقى فوق الجميع. مثل هذه الاجواء يعني لازم تترك اثار سيئه جدا في الناس اللي هي مش مدركه يعني ايه روح رياضيه. يعني دي مساله روح رياضيه، دي انا بعلم عليها ان هي فعلا في حاله انحدار يعني. دي مش عايزين يعني ننساها الحته دي، محتاجين يعني احنا الدور عليكم برضو، او مش يعني انتم ما شاء الله بنتمنى ان المبادره اللي بدات اللي عملها المجلس الاعلى للاعلام ما تنتهيش بعد الماتش مع وزاره الرياضه، ما تبقاش حاجه مرتبطه بالمباراه دي وخلاص. ده مفروض يبقى اتجاه، ومفروض اي حد عنده نيه او هيفسد العلاقه بين الاهلي والزمالك، العلاقه اللي هي التاريخيه دي، ما هيتقابلوا الاف المرات. صحيح. يعني احنا طول عمرنا نعمل ايه؟ نعد كم لقاء بين الاهلي والزمالك؟ احنا بنعد من هم كان العدد لسه صغير، كان عدد صغير. ما هو انت 30 سنه مثلا هتعد تلاقي ماتشات كتيره طبعا، هتلاقي 60 70 80 ماتش زياده. فهي الفكره كلها انه انا كمان مش عايز نغمه ان المباراه دي التاريخيه ومباراه القرن والكلام ده تاخد حيز اكبر. ليه؟ لان هي مباراه مهمه وهي مباراه تاريخيه، انما انا من وجهه نظري ليست مباراه القرن. ما احنا هنرجع تاني مش مباراه القرن، خلي بالك هي الاجواء اللي حصلت حوالين هذه المباراه ممكن مكبره قيمه المباراه، لكن اولا واخيرا هي مباراه ان شاء الله ربنا سهل الاهلي يكون بطل فيها، لكن مباراه تعدي وهيجي بعدها مباراه كاس وهيجي دوري وهيجي بطوله افريقيا تاني يعني، وهيلتقوا ده قريب قوي كتير الكاس. كتير فهي الفكره كلها ايه يا كابتن؟ انا اقصد ان احنا مش عايزين نخلي الامور تتضخم قوي وبعدين نرجع نحاول نعالج ما نعرفش. لا، هي مباراة مهمة جدا تاريخية، تاريخية واخد بالك، انما لا هي مباراة بس مباراة، انما هي في النهاية مباراة وهتعد وهيجي غيرها يعني ويفوز بيها يعني احنا كنا كل في والاكثر مفيش يعني من 10 ايام كنا سعداء جدا باداء منتخب مصر وانتقاله يعني تفضله لمجموعته. يعني الحالة دي محتاجين ننميها اكتر من كده يعني، ودي سهله مش صعبه. الشغل اللي حضراتكم كمان جزء منه مش لا برضو. ايه المانع مثلا الاهلاوي يتمنى ان الاهلي يكسب؟ ما ده حقه طبيعي. ما انا اكيد يعني حق مشروع يعني، مش عايز اقول انها مباراه روح رياضيه بمعنى انه ايه الزملكاوي يتمنى فوز الاهلي والاهلي يتمنى، لا يعني انا اتمنى ان الاهلي يكسب، لكن في نفس الوقت بحترم نادي الزمالك بحترم لكن للاسف في بعض الناس تقول لك انا اهلاوي اتمنى الاهلي يكسب بس الزمالك كذا كابتن هاني في ظاهره يعني. نسال نفسنا سؤال، الاهلي فاز بالبطوله باللقب ده 8 مرات والزمالك 5 مرات هل في المرات السابقه دي قبل التطورات الصعبه اللي حصلت دي ما كانش في جمهور اهلاوي في ماتشات الزمالك وفي الاخر وهو بيلعب النهائي او العكس جمهور زملكاوي لا كان فيه وبيساند وبيشجع وكان صوره جميله جدا، الصوره الايجابيه الرائعه اللي كانت الجماهير المصريه في 2010 كاس الامم الافريقيه 2010 يعني 2006 كمان 2006 طبعا 2006 فيعني هذا 2006 مظبوط هذه الصوره الجميله يعني محتاجين نستعيدها تاني. مش صعبة على فكرة يعني، هي مش صعبة بس لازم الأول نعرف يعني إيه رياضة. وإحنا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المؤتمر الأخير يعني تم طرح نقطة مهمة جدا، إن يكون
التربية الرياضية بمعناها الروح الرياضية مادة تدرس في المدارس من أول جديد، لأن فعلا الأجيال اللي طالعة دي محتاجة تتظبط في الحتة دي. يعني أكيد. لأن اللي شغالين على السوشيال ميديا من الشباب الصغير أو من يعني للأسف الشديد اللي استشهدوا في صيد بورسعيد برضه من الشباب الصغير، واللي جانوا عليهم برضه من الشباب. طبعا أنا عايز أخذ رأي حضرتكم في الجزئية ديت بشكل مفصل شوية. اتفضل. أكيد يعني الكنترول على السوشيال ميديا ده شيء صعب. خلينا نتحكم في ده، هكمل كلامي. ماشي. يعني في طبعا مراقبة وفي دلوقتي نيابة بالنسبة للإنترنت وكل حاجة، بس خلينا نتكلم المطروح واللي نقدر نعمل عليه كنترول هو طبعا الإعلام المرئي والمسموع وكمان المكتوب، لأن لسه دلوقتي فيه كمان مكتوب. يعني وانتوا طبعا إعلاميين كبار وفي المجال ده بقالكوا سنين، مش آن الأوان ان يكون في يعني عقوبة وحكومة كبيرة جدا لكل من يخرج عن الآداب وكل من يخرج عن الروح الرياضية والسلوكية ومن يعني يحفز جزء من التعصب؟ هو مش لازم بقى دوت يكون بصراحة اللي يغلط يتقطع رقبته. اللي عمله المجلس، يعني اللي عمله المجلس الأعلى للإعلام بالخطوة اللي حضرتك اتكلمت عليها ان هو بداية التطبيق ده، بس هي المشكلة برضو يا كابتن هاني ما هياش في الصحافة المصريه والاعلام اللي هو الرسمي المنتظم اللي هو تلفزيون، حتى لو قنوات خاصه. يعني انا بشوف قناه الاهلي ملتزمه جدا جدا، يعني بصراحه يعني ما فيش تجاوز تجاه الاخر في القنوات كلها والاذاعات كلها والصحافه كلها مهما كانت متعصبه عندها حد ادنى من الالتزام. هي المشكله كلها انه لما يطلع في هذا الاعلام النظامي أو الإعلام المنتظم صوت مبالغ فيه يطلع واحد، ده اللي بيخلي السوشيال ميديا تولع. يعني ما هو برضو السوشيال ميديا قمة الضيوف، مع احترامي لبعض البرامج، قمة الضيوف ما بيكونش على مستوى الحدث، بمعنى إن ممكن جدا الضيف أو النجم دوت وهو يمكن يكون عايز يعمل تريند أو عايز يبقى له، أنت جبت المفيد، أو عايز يرضي مسؤول. مين بقى يعني مين المسؤول عن القصة؟ احنا طبعا أنا قاعد اللجنة تنظيم ضبط الإعلام الرياضي، في لائحة فعلا عقوبية في موجودة، مش محتاجين ندور عليها، ومفيدة جدا وشاملة وجامعة لكل حاجة. ولكن طبعا احنا في اللجنة أردنا ان احنا ننبه في البدايات ونأخذ بالحسنة، ويا جماعة خلي بالكو وخلي بالكو اسبوع اسبوعين ايقاف الكلام الهادي ده، عشان برضه انت قلت الكلمة ترند دي اصبحت لقمة عيش للآخرين. يعني اصبح يعني في ناس خلينا ترند في الحلو، مش لازم يبقى ترند في الوحش. عمر يعني الترند بقى ما يجي في الحاجه الحلوه، يعني عايز تعمل ترند لازم حراق، تعمل حاجه غلط اشتم يعني هتطلع تتجاوز وبتاع يعني، وهي مفهوم كده خلاص، ده بيورث ده وده بيدي ده وده بيفهم ده. يعني لدرجه ان انا يعني في احد، انا يعني هتناول بدون ذكر اسماء، احد البرامج يعني وسجلناها وانظرناهم اعلامي محترم جدا ومرئي ومتشاف بشكل جميل في برنامجه، بيسال اثنين من الزملاء مين اكثر جماهيريه قبل الكلام ده الاسبوع اللي فات، الاهلي ولا الزمالك؟ هو السؤال اصلا يعني سؤال غلط طرح يعني انت هتسال مين، انت هتسال مين ومين اللي هيجاوبك؟ فالمهم فوجئت ان الاجابات جات له بشكل ترند برضه، يعني ده يقول يعني عكس النتيجه يعني لا 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 هو نتيجه لا ما عكسش حاجه، لما السؤال اطرح من الاعلامي القيم المحترم وترد عليه من الزملاء المحترمين بشكل غير لائق، ده يقول ده اكثر يقول له اكثر ما بيفهموش لا باللفظ كده ما بيفهموش في الكوره. فيعني دخلنا، ما هي دي الجزئيه اللي حضرتك، هي دي اللي بتدخل دخلنا في العصبيه وبتدخل التعصب منعطف مش كويس. ورغم انه عند ناس عندهم خبرات ويعني لهم تقدير، مين ده؟
مش لا بغض النظر يعني احنا بنتكلم في قضيه عامه يا استاذ جمال يعني معلش هو برضه اصل يعني كنا متعشمين انه يكون اكثر ذكاء واكثر وعيا وما يقعش الوقعه دي ولا الزملاء يوقعوا نفس الوقعه. طبعا مثل هذه الامور يعني نتمنى ان هي يعني نخف منها شويه ونحافظ على بلدنا اللي احنا بنبني من اول يعني بلد جديده حديثه ويعني وعايزين رياضتنا احنا بسم الله ما شاء الله الرياضه عندنا في مصر بتعلو وبتحقق انجازات ده حقيقي كمان عايزين مش كره القدم بس يعني في كل الرياضات كابتن احنا عايزين فهنوصل ان شاء الله مع طوكيو ان احنا نكون في احسن مستوى بتشجيع الناس كلها استاذ وربنا كان قبل كده هل التعصب كان بهذا الشكل ما كان موجود اهلي وزمالك هو طول عمرنا ما في اهلي وزمالك بس هل كان التعصب لا ما كانش في تعصب الصوره اللي موجوده في تشجيع وحماس يبقى هذا التعصب انا في رايي بدا يوم ما تجرأ البعض وابتدوا يتمنوا هزيمه المنافس يعني مثلا الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا يطلع بعض الناس اللي بيقولوا على نفسهم زملكاويه يا سيدي انت جواك ومن في قلبك مش حابب الاهلي خليها في سرك كان زمان كده يعني مثلا انا اهلاوي مش عايز الزمالك بس هو لو بس ما طلعش يقول هو لو قالها لا ما تجرأش هو تطلع تقولها في هو لو قالها وانت كمان لما بيقولها بيحصل ايه الجهر بيحصل ترند بص انا بقول الجهر عارف الجهر بالكراهيه ده شيء مرفوض يعني انا النهارده يا سيدي انت بتشجع ناديك مالكش دعوه بالنادي التاني ما تعلقش لو واحد قال لك تتمنى له ايه قول له مش هقول انما ما تطلعش اعلامي وفي قنوات وحاجات وتقعد تناقش قضايا تثير الحزازيه هي دي انا بسالك بقى سؤال يا كابتن اتفضل هل الاحتراف ملايينه لها دور في الحوار ده لا الاحتراف لا بص احنا برضو خدنا الاحتراف واحنا بندخل كل حاجه تحت الاحتراف الاحتراف معناه الالتزام الاحتراف معناه انك تكون بتجيد عملك بشكل اكتر من رائع الاحتراف انك بتحترم الخصم الاحتراف يعني ملوش علاقه بزياده لا الموضوع يعني. التعصب ده في بعض التعصب موجود في يعني انا كنت في المانيا وعشت فيه تعصب ولكن ليس بهذا الكم وبهذا الكيف يعني انت كمان في نوع يعني يقول لك البايرن ومثلا وانا كنت بلعب في بريمن يقول لك لا احنا ما بنحبش البايرن لكن يوم ما البايرن مثلا بيلعب تشامبيونز ليج يبقى المانيا بتلعب بالظبط كده ومحدش يقدر يطلع يكلم مثلا بالزبط. في التلفزيون يقول لك وهو مثلا من بريمن انا بكره كلمه انا بكره البايرن ده مستحيل تطلع من اي حد هو ده اللي احنا بنتكلم فيه انت من حقك تشجع اللي انت عايزه محدش بيقول لك بالظبط شجعني غصب عنك بس على الاقل ما تستفزنيش هل ده صعب ما كان موجود في مصر قبل كده يا جماعه مش كان موجود اللي بيميزنا برضه وانا حاسس مرضوه زي اللي بيميزنا الحمد لله في النادي الاهلي يعني عمرك ما طلعت لقيت مسؤول او لعيب او حتى لعيب مثلا يعني يعني ما طلعش بهذه العصبيه في الاداء وما طلعش بهذا الاسلوب في الكلام ومقوله برضه الاهلي فوق الجميع الناس اللي كانت زعلانه من الجمله ديت لا خدوها على محمل تاني وبداوا يترجموها بشكل تاني بالرغم ان الاهلي فوق الجميع بمعنى فوق جميع ابنائه بالظبط الاهلي فوق جميع ابنائه وكيان النادي الاهلي هو اللي باقي باختلاف الاجيال بقى لعيبه مجلس اداره بتتكلم على كل حاجه شوف يا كابتن هاني انا بالنسبه للاخ يعقوب السعدي منذ بدا كان عمل اللي هو القاهره ابو ظبي بالظبط مع الكابتن محمود الخطيب وطبعا ايهاب الخطيب والمجموعه دي أنا كنت بحس في التقارير بتاعته سواء عن مصر أو عن النادي الأهلي إن هو عارف لما حد يبقى عاشق هو عاشق حقيقي يعني كل لفظ وكل كلمة وطريقة أدائه يعني راجل شقيقنا ومن الإمارات لما يعشق مصر ويعشق النادي الأهلي ويفتخر تماما بالحتتين دول وبيقولها زي ما انت شايف كده برنامج ناجح جدا على فكره نعم طبعا برنامج ناجح تحس ان كلامه بيوصل على طول يعني لانه هو طالع من القلب ده حقيقي الكلام بيوصل للقلب ده حقيقي والكلام بيوصل من القلب وخلونا كمان الكابتن الكبير طبعا كابتن محسن صالح عاش فتره طويله كمان في الامارات وفي دبي وكمان بعت يعني حاجه طبعا الاعلام الكبير يعقوب السعدي خلينا اقراها لكم بيقول له فيها فيك حاجه منها وفيها
تشبه كتير شباب حواريها. ايه الشعر الجميل؟ نفس اللون والملامح وخفة الدم اللي مشهور بيها، أصيل زي أثرها وماضيها، تشبه أيقونة صورتك منقوشة في صخريها. ما فيش مناسبة إلا وأشرت وأثبت عليها، كأنك ابنها وأكتر من ناس كتير حواليها، شهادتي فيك مجروحة جنب اللي مدحوك بعد وصفك ليها. ده الكابتن محسن جديدة عند كابتن محسن صالح، يعني عامل على تويتر بحب. لان كمان زي ما قلت لكم هو كمان كابتن محسن يعني طبعا يعني اسطوره من اساطير النادي الاهلي، صديق وعاش في هذا الكيان، وكمان صديق وعاش تجربه كبيره جدا ناجحه مع في الامارات مع طبعا الاعلام الكبير. لا بس فعلا زي ما قال الاستاذ سامي كده، احنا كده بنكتشف شاعر شاعر جميل اسمه محسن. هي دي الرؤية، يعني انا باخد من كل دوت لسه في حاجات حلوه كتير، والناس اللي أكيد زي ديت يعني اكيد بيحب النادي الاهلي، لكن حبه يعني لمصر. وكان معانا من خلال زوم على في الانترو وهو يتمنى ان الصوره تخرج، وبيتكلم ان مصر هي الكسبانه من هذا اللقاء التاريخي. عايزين نركز على كل دوت، عايزين نركز عليها جدا جدا، ان المكسب بتاع بكره ده لمصر. يعني هي مصر اوريدي كسبانه، هي مصر كسبت يعني النهارده، يعني مصر مش عندها 14 لقب في هذه البطوله. مظبوط، يعني محتاجين يبقى ال 15 ويبقى احنا التوب، يعني مصر اولا واخيرا. يعني ده الشيء المهم جدا اللي احنا بنتمناه ونسعى له. عايزين نشوف نهائي جميل ونفخر بيه ويزيل كل الشوائب السابقه، ونحس ان احنا يعني في نقطة مهمة جدا كابتن هاني، احنا بنتعاقب لحد دلوقتي ان مفيش جمهور، يعني بسبب هذه العصبية اللي احنا بنتكلم فيها. عندك بنعاقب انفسنا، بنعاقب انفسنا. احنا المتعة كلها ان احنا نكون في الاستاد ونعيش الساعتين الحلوين بتاع اي ماتش ايا كان، اهلي زمالك. صحيح. ونقف ورا كل فرقة بتلعب قاريا، يعني الاجواء دي كلها محتاجين نسترجعها تاني. انا اتفق معاك تماما، لان في عقاب احنا بنعاقب انفسنا بيه، يعني بالرغم من ظروف كورونا وكان السبب يمكن الكبير عدم يعني الاختلاط، لكن كمان جزء ان التوتر اللي حدث يمكن السنين اللي فاتت بشكل كبير من 2011 كمان بتخلي المسؤولين عندهم نوع من انواع التردد. تخيل لو الاجواء يعني اجواء صحيه جدا كان قبل كده الجمهور بيحضر عادي. هي جت فترة برضو معلش يا كابتن، اللي هي فترة الانفلات الامني وفترة الاخوان طبعا المشاكل اللي حصلت في مصر هي اللي ادخلت اللي هو الاستقطاب الشديد. يا معايا لو مش معايا تبقى عدوي، يعني جماهير الكورة تم تسييسها تم تسييسها في وقت من الاوقات، وتم تسييس الحقيقة الالتروس. يعني احنا دايما بنبص لقدام ودايما بنبص للافضل، وخاصة ان احنا عندنا الافضل، ودايما عندنا زي ما حضرتك بتتكلم يمكن امبارح او اول امبارح الفيفا بتنزل تقرير شيء رائع عن الكره المصريه بشكل عام، بيقول لك مشوار الاهلي والزمالك على البطوله الافريقيه كان رائع، مشوار حتى الدوري استكماله كان بشيء جيد جدا، المنتخب المصري بنتكلم على المنتخب الاولمبي، فعندنا حاجه حلوه زي ما بيقولوا كده في الشغل، عندنا حاجه حلوه. المفروض نبني على كل الحاجات الحلوه اللي عملناها ان احنا نتقدم للامام، وزي ما الاستاذ سامي بيقول يعود الجمهور، لانه هو الجمهور كده هو اللي متعاقب، يعني هو اللي بيعاقب نفسه. وكان في حد ليه مصلحه ان الجماهير ما تحضرش، وكان في يعني برضو يعني لا هو في يعني الوعي غائب شويه، الوعي الغائب يعني عن الشباب، عن اللي بيلاقوا نفسهم متعتهم في السوشيال ميديا والتحفيل على بعضنا البعض. يعني مش هي دي الرياضه فعلا ان انا اكون في الملعب واستمتع بفرقتي، وزي ما قال الاستاذ جمال اساندها بقوه وافرح بالخصم كمان، يعني زقاجات يا سيدي. ما انا طبعا بنتفرج على الريال والبارسا وافرح بيه برضه، يعني هو الريال ايه المشكله؟ يعني انا لما اغلب المنافس بلاش الخصم، اغلب المنافس وافرح بيه وزقطط وكل حاجه، ايه المشكله؟ وبعدين على فكره برضو اضافه برضو الكلام استاذ سامي، نقطه ان احنا لازم نبقى عندنا وعي والتزام، بس كمان لازم القانون
ده اللي كنت هقوله. بص بقى تطبيق القانون مفيش بقى تبطيب ومفيش طب خلي بالك لا. طب ايه اللي يغلط يتقطع بيتقطع رقبته يعني دي خلاص انت دخلت في خطوات الكوره بقت امن قومي بالظبط يا جماعه لا ويبقى في خطوات اولا العقوبه هنا لحمايه الشباب مش ضد الشباب انت مش بتعاقبه عشان عمل حاجه سيئه لا انت بتعاقبه عشان هو بيضر نفسه ما احنا برضو كلنا كنا في السن الصغير ده بيبقى فيه اندفاع شويه وفي حتى تعصب زياده لكن بعد ما بنكبر ما نتفرج على لعيبه الكوره نفسهم يا كابتن لعيبه الكوره نفسهم حضرتك اتكلمت عن الاحتراف الاحتراف ده من اول ما اتطبق الناس لسه مش قادره يعني تصدق ان اللعيبه مع كل الاحترام للانتماءات ولائهم النهارده للنادي اللي بيلعبوا فيه يعني ممكن تلاقي لعيب ما انا مش هنجيب اسماء دلوقتي بس في لعيب اللي هو يقول لك ابن النادي وبعدين تكتشف ان ابن النادي ده في لحظه بقى ابن نادي تاني على طول فانا اللي عايز اقوله يا كابتن هاني من الموضوع انه احنا طالما اعترفنا بان هناك شيء اسمه الاحتراف فخلاص نطبقه وكمان المشجعين او الجماهير يشجعوا باحترافيه برضو شويه ما هي دي المنظومه كلها اللي بتكلم عليها احنا دلوقتي في خلل موضوع يعني كلنا متفقين ان في خلل في عمليه الروح الرياضيه عامه في خلل موجود دكتور اشرف صبحي بيقوم بدوره كوزير انه بيحاول يعمل اجتماعات دعوات وندوات ومؤتمرات ده شيء يحترم عليه توعية في اطار كلها في اطار التوعية تمام لا في جزء كمان على حضراتكم الاعلاميين طبعًا. الجزء الاعلامي مهم جدا طبعًا. في الرقاب على الانترنت الخروج عن النص في بعض المنشورات اذا كانت على السوشيال ميديا ممكن جدا تتطبق فاحنا بنتكلم بالزبط. في ثلاث مناطق لو اشتغلنا عليها بجديه وبحزم اعتقد الموضوع ده هيقل يعني احنا ما بنتكلمش على بكره هيحصل الكلام ده بكره ولا بعده انت بتتكلم على تفكر في سنتين ثلاثة بعد كده ممكن يحصل ايه بس بكرة هنبني عليه حاجة كتير قوي احداث بكرة ان شاء الله لا بكرة انا يعني هنبني عليه حاجة كتير ان شاء الله انا يعني تكون ايجابية يوم احتفالية فعلا كروية مصرية نفرح بيها ونسعد بيها ونبني عليها اللي احنا بنتكلم فيه ده كله انا عنيف شوية يعني انا بطالب اتحاد الكورة يا كابتن بطالب اتحاد الكورة او الاتحاد الافريقي في هذه الحاله انه لما حد يخرج عن الروح الرياضيه والسلوك الرياضي يبقى في عقوبه مشدده النهارده انا ما سيبش المنظومه كلها رهن الايه تصرف لاعب ممكن اللاعب ده مع كل الاحترام ليهم بس في لعيبه بتفقد السيطره على نفسها صحيح. خالص يعني فجاه كده تلاقيه حس ان الملعب ده بتاعه وان الفرقتين دول مش مهمين هو اهم واحد فطبعا ده كلام العقاب من عشان كده دايما بقول القانون تطبيق القانون تطبيق القانون هو الحل في جميع طبعاً. في جميع مشاكلنا ان شاء الله نتمنى بكره مباراه تليق باسم مصر وان شاء الله باذن الله يتوج النادي الاهلي بامكانياتنا طبعا اكيد كده. اكيد والصوره تخرج بالشكل المناسب يعني طبعا استاذ جمال بنشكرك شكرا جزيلا استاذ سامي نورتنا وشرفتنا كان لقاء اكتر من رائع سعداء بوجودنا معاك دايما بتنورنا دايما بتخليك بعد الفاصل ان شاء الله معانا نجوم كبار معانا الكابتن عادل عبد الرحمن الكابتن اسامه حسني والكابتن هاني العجيزي خاض الأهلي طريقا طويلا في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري 2020 إذ وصلت الرحلة إلى محطة المواجهة في المباراة النهائية بعد تجاوزه جميع المراحل السابقة وخاض المارد الأحمر 12 مباراة حقق الفوز في 8 منها وتعادل في 3 مواجهات ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة حيث سجل 29 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف وبدأ الأهلي مشواره بالنسخة الحالية حينما لعب الدور التمهيدي للبطولة أمام فريق إطلع برا الجنوب السوداني ذهابا وإيابا على ملعب استاد برج العرب بطلب من الفريق الضيف إذ فاز الأحمر ذهابا 9 أهداف نظيفة وإيابا 4 أهداف وواصل الأهلي مشوار الانتصارات في الدور الثاني
حيث واجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وفاز ذهابا بهدفين نظيفين وإيابا بأربعة أهداف نظيفة، حاجزا مقعده في دور المجموعات والذي واجه فيه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم الزيمبابوي. ولعب الأهلي 6 مباريات في دور المجموعات للبطولة ضمن المجموعة الثانية، وسجل الأهلي في دور المجموعات 3 انتصارات جميعها على ملعبه وتعادلين خارج ملعبه أمام بلاتينم والهلال، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة أمام النجم الساحلي على ملعب الأخير في مباراة شهدت لغطا تحكيميا بسبب طرد أيمن أشرف، ليصعد الأهلي بعد أن جمع 11 نقطة في المركز الثاني بعد أن أحرز 7 أهداف ولم تتلقى شباكه سوى 4 أهداف فقط. واجه الأهلي فريق ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وصعد في النهاية على حسابه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، إذ فاز ذهابا بهدفين نظيفين وتعادل على ملعب سانداونز إيابا بهدف لكل منهما. وواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي وصعد على حساب الفريق البيضوي بنتيجة 5-1، حيث فاز أبناء الجزيرة بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس ذهابا وبنتيجة 3-1 على استاد القاهرة إيابا، ليصعد للمباراة النهائية التي تقربه من حلم الأميرة الإفريقية. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. معانا في الفقرة الحوارية الأخيرة 3 من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي كان لهم تاريخ كبير جدا مع الفريق، وهم حاليا كمان 3 من محللي النادي الأهلي اللي بنستمتع بيهم ودايما بيقدموا لنا الحقيقة رؤية فنية رائعة حوالين الفريق ومبارياته ولعبته. النهاردة معانا ومعاكم نجم النادي الأهلي الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. أهلا بك يا كابتن عادل. أهلا سام. أهلا. وبرحب برضو طبعا بزميلنا الكابتن والمذيع أسامة حسني. أهلا بك يا كابتن أسامة. وبينضم إلينا طبعا نجم الاستوديو التحليلي في النادي الأهلي كابتن هاني العجيزي اللي برحب بيه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. مساء الخير عليكم كلكم. طبعا كابتن عادل مساء الخير، كابتن اسامه مساء الخير، هاني منورنا كابتن هاني، وعمالين ناخد نفس لغايه بكره ان شاء الله. يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا ومتفائلين خير. لكن نبدا بجزء، وكان النهارده مهم جدا. انتوا عارفين الدكتور اشرف صبحي خلال الاسابيع اللي فاتت بصراحه كان بيقوم بمجهود رائع لعمليه نبذ التعصب من خلال بعض اللقاءات والندوات والندوات. والنهارده كان كمان في صوره رائعه لبرج القاهره وهو كان بعلم مصر مكتوب عليه لا للتعصب. اخد من كابتن عادل رؤيتك ايه لموضوع التعصب، ويعني ازاي تكون في حلول، وانت شايف الموضوع ده يتحل ازاي؟ يعني طبعا الصوره قدامنا برج القاهره طبعا بعلم مصر ومكتوب مصر أولاً ولا للتعصب. فدي ده جزء مهم جدا بغض النظر طبعا كلنا نتمنى النادي الاهلي يكسبه، كلنا نتمنى ان المباراه تخرج لصالحنا، لكن اولا واخيرا بنقول دي مباراه تاريخيه واسم مصر هو دايما قبل الاهلي والزمالك. يمكن انا كان ليا نصيب في ان نعمل مؤتمر كبير بقياده سياده الوزير اشرف صبحي، كنت عامله معاه في نادي الجزيره مركز شباب الجزيره، وكنا بنتكلم الحديث كله كان بيقوم على التعصب. ده كان قريب الحديث ده امبارح كان يوم الثلاث وكان معايا عبد الحميد بسيوني والاعلام اشرف محمود سيادة الوزير أشرف صبحي، وكنا بنتكلم يمكن هدفنا كنا التوعية في الأمر ده، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا دائما بنقول كرة القدم اتعملت لاستمتاع للناس للجمهور، ما بالكوا ان الجمهور هو اللي ممكن يعمل التعصب. فأنا افتكر ان سلوكنا احنا كلاعبين أولا وكإدارات نقدر ان احنا نوصل للجمهور أرتحية في انهم يتعاملوا في الكرة بسلاسة. يعني احنا في ثقافه عندنا نفسنا نبسط كل اللي هي اهم نقطه التسامح. ده حاجه، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه المهمه ان كتير قوي في الانديه وفي العالم كله في حته الصراع على البطوله، اوكي، لكن بعد البطوله هي الثقافه دي اللي احنا عايزين ننشرها، ان انت الكسبان
يبقى سعيد وبيقول للخسران هارد لك والخسران حتى يبارك للكسبان. الثقافة دي لازم نعملها لأنه احنا هدفنا كلنا من البطولات اللي بتتعمل المحلية أو حتى البطولات الأفريقية المنتخب مصري، يعني احنا كلنا بنتجمع تحت مظلة مصر كلها مصر. فهي دي أنا أفتكر إن احنا لو الوعي ده جه عند اللاعبين الأول وعند الإدارات أفتكر إني ويمكن الحمد لله مش بقول كده عشان في النادي الأهلي، يمكن احنا كإدارة يعني أنا بتكلم على النادي الأهلي من زمان الأمر ده فينا من زمان، إن احنا طول عمرنا يعني حتى لما بيحصل لا قدر الله خسارة في أي حاجة احنا بنبارك للناس اللي هم كسبوا. يعني الثقافة دي نفسنا تبقى في مصر كلها، ونفسنا كمان الحاجة المهمة إن احنا لو انعكست على منتخبنا بتبص تلاقي الكابتن هاني والكباتن كلهم لعبوا منتخب. وفاكر يا كابتن هاني لما كنا نروح المنتخب مثلا ما كانش في حاجه اسمها اهلي ولا زمالك ولا مقاولين ولا اي حاجه، مصر احنا كلنا بنبقى وطن. تحت مظله مصر طبعا. كلنا المحبه اللي بينا، يمكن اقول لحضرتك حاجه سام، احنا كتير قوي كتير قوي بننسى احنا بنلعب فين دي حقيقه. وقعدنا فترات يعني في معسكر قعدناه لو تفتكروا هاني كان حوالي 5 شهور اللي هو قبل كاس العالم، معسكر 5 شهور كلنا عايشين مع بعض. الدوري اتلغى اصلا ساكت والدوري اتلغى 5 شهور قاعدين مع بعض والله ولا حسينا ان انت بتلعب فين ولا ده بيلعب فين، كلنا لمصر. فهي يعني انت بتتكلم كابتن عادل بيتكلم على جزئيه اللي هو جزئيه اللاعبين والمسؤولين. انا بتكلم هي الرساله اسامه، انت شايف في جزئيه ثانيه غير يعني في مسؤوليه اخرى تقع على نبذ التعصب بعيدا عن طبعا يعني اللاعبين والمسؤولين ده جزء مهم جدا جدا وعادل اتكلم في نقطه مهمه. في حاجه تانية انت شايف انها ممكن نقلل من شويه التعصب ونرجع تاني لروح روح الثمانينات يعني الروح الحلوه اللي كانت بين الجماهير وبين اعضاء المنظومه كلها يعني. خلي بالك كابتن هاني ده اللي كان موجود قبل كده على مدار سنين طويله واجيال مختلفه ما بين الاهلي والزمالك، يعني احنا شفنا قبل كده الكابتن حلمي زموره مع الكابتن صالح سليم، شفنا الصور دي متداولة. كابتن خطيب مع كابتن حسن شحاته في اللقطة الشهيرة اللي دايما بتكون عنوان لمباراة الأهلي والزمالك، والاتنين بياخدوا ايد بعض بروح الجمهور الأهلي وبروح الجمهور الزمالك. المبادرات اللي تم إطلاقها خلال الفترة اللي فاتت شيء جيد. النهاردة ان تلاقي الأهلي والزمالك في المباراة النهائية في مباراة النهائي الأفريقي ده شرف للكرة المصرية. يعني احنا هنا في قناة الأهلي ما بنقولش كلام شعارات، لا فعلا دي حقيقة. لما تلاقي الأهلي والزمالك وانعكس ده كمان على معسكر منتخب مصر الاخير، شفنا الاجواء ما بين اللاعبين وهو ده اللي موجود دايما. يعني حته السوشيال ميديا الناس يعني كانت بتزيد سخونه المباريات شويه والاجواء شويه، لكن اللاعبين هي اللي عليها عاتق كبيره وعليها مسؤوليه كبيره، مسؤوليه من خلال سلوكها داخل الملعب، وكل الكلام ده بينتقل للجماهير بره سواء في السوشيال ميديا او في على القهاوي او في الاسره الواحده. كل الكلام ده شفنا صوره ايجابيه، محمد الشناوي ومصطفى محمد اتنين بيتصوروا مع بعض في منتخب مصر. شفنا اللعيبه النهارده في اهلي وزمالك والاتنين موجودين في تشكيل واحد، فهو دي الصوره الايجابيه اللي اتمنى ان شاء الله بكره من خلال اللعيبه تظهر في الملعب. اكيد بكره في فايز وفي خسران، نتمنى طبعا واحنا اهلاويه كلنا وفي قناه النادي الاهلي وكل الاهلاويه بره نتمنى النادي الاهلي يفوز، لكن في الاخر مصر طبعا يعني هي اللي فازت بوصول فرقتين للمباراه النهائيه. صح، هي اللي هتفوز. هاخد من الكلام ده واللقطتين الشهيرتين لكابتن صالح سليم وكابتن حلمي زموره، بعديهم كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته، واتكلم عن ليه جهود وزاره الشباب والرياضه وجهود اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه في نبذ التعصب ليه ما تكللش في الملعب من خلال اللعيب؟ يعني نجيب قائد الفريق من هنا من الزمالك ومن الاهلي او من الاهلي والزمالك ونبدا يعني نرسم الصوره دي حتى لو قبل المباراه ما تبدا يا كابتن هاني، يعني ليه ما نعملش كده ونعمل اللقطه يعني فاهم، او مصر هي اللي هتعمل اللقطه فاهمني، علشان المباراه اولا يعني يكون فيها طبعا ما يكونش فيها الشد والجذب طبعا المتوقع بطبيعه الحال اكيد، بس يكون فيه شويه يعني مش عارفه اقول ايه، راحه هدوء نسبي، اللعيبه ما تبقاش اتنين كباتن ماشيين
علم مصر ونازلين بيه ده، دي لقطه ممكن تكون كويسه. شفنا قبل كده كابتن هاني من زمان مع كابتن محمود الخطيب تقريبا وكابتن حسن شحاته، شفتها برده في ماتش الاهلي والزمالك، وبرده الاثنين راحوا للجمهور الزمالك والاثنين راحوا للجمهور الاهلي. كانت لقطه طبعا لفته طيبه جدا من اثنين كبار طبعا، واثنين تاريخ واثنين اساطير في كره القدم، اللي زي ما اسهام قالت فعلا لازم يعني ليه ما يكونش في حاجه زي كده، ان اثنين يكونوا قامه كبيره من الفرقتين، اكبر واحد من هنا واكبر واحد من هنا، ويروحوا مثلا اللي يسلموا على الفرقه دي ويسلموا على الاحتياطي هنا ويسلموا على الاحتياطي هنا. الحاجات دي برضو بتقلل شويه من السخونه او بتقلل شويه من التوتر والكلام ده كله. لكن برضو في حاجه يعني في حاجه برضو لازم الناس المسؤولين يا كابتن هاني ليهم دور كبير جدا في حاجه زي دي. يعني النهارده شايف تصريح للكابتن محمد فضل بيقول ان الميداليات المركز الثاني هتتسلم في الاوض، ما هي دي برضو حاجه يعني غريبه هتتسلم في الاوض. يعني انا قريتها النهارده ما اعرفش هي صح ولا لا، بس اعتقد ان يعني هو بيعامل الحاجه دي او عامل الموضوع ده على اساس ما يحصلش مثلا مشادات او يحصل حاجه ممكن عشان بس الكورونا. ممكن زي الكونفدراليه ده يعني اعتقد كده برضه كل العالم الكونفدراليه هي اللي قالت كده. لا لا لا، قصدي كان في البطوله الكونفدراليه برضه بيراميدز ما طلعش على منصه عشان كورونا. عشان كورونا لا، عشان يقللوا حتى كمان بيدوا الميداليات ما بيلبسوهالكش زي الاول. بيسلموها بس مجمعه يعني. ممكن تكون اجراءات، بس دي اجراءات ممكن اجراءات ما فيش مشكله. لكن انا قصدي لو ده قرار مثلا من اللجنه الخماسيه فده بيبقى غريب شويه. لكن احنا طبعا كلنا بنتمنى طبعا ان المباراه تسير بشكل كويس وتطلع وحاجه تليق بمصر وتليق ببطوله كبيره زي بطوله افريقيا. اول مره تحصل ان النادي الاهلي والزمالك يلعبوا بطوله افريقيا وبتتلعب في مصر كمان، فدي حاجه يعني كنا بنتمنى ان يبقى في جمهور. يعني طبعا الجمهور كان هيبقى ليه عامل كبير قوي ان البطوله تنجح او المباراه تزيد شعبيتها اكتر، لان طبعا العالم كله متركب المباراه دي. فطبعا كلنا بنتمنى النادي الاهلي ان هو ان شاء الله ربنا يكرمهم بكره باذن الله، واتمنى المباراه تخرج يعني تكون تلي حاجه تليق باسم مصر وتليق باسمين كبار زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. اكيد هاخد من كلامك اكيد. وطبعا المشهد اللي شفناه بتاع برج القاهره يعني في جهود مبذوله، خلينا نتكلم بكل امانه، في محاولات بتتبذل بشكل كبير جدا. المنظر البرج كان شكله يفرح، وجزء من خطه ممكن تكون طويله المدى، لان انت عشان تشتغل مع مشكله بهذا العمق اعتقد هتاخد وقت طويل شويه. وانت لما بتتكلم على جزء وزاره الشباب بتقوم بيه، هتتكلم على جزء تاني ان الاعلام بيقوم بيه، بتتكلم على جزء ثالث كمان المسؤولين عن اللعبه واللاعبين هيقوموا بيه. وعجبني جدا انك اكيد لازم بكره، انا في اعتقادي حتى قبل الماتش هاني عادي بيتسلموا على بعض، لكن الاهم ان بعد المباراه الناس تسلم على بعض وتبقى الروح شكلها جميل ايا كان مين. نتمنى طبعا الاهلي يكسب، لكن نتمنى الروح دي تكون موجوده. كابتن عادل، الجزئيه اللي بنتكلم عليها وامتداد الشغل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو نبذ التعصب دوت، انت شايفه ازاي ما بعد المباراه كمان؟ وده الجزء المهم، ما بعد المباراه يعني الناس هتشتغل عليه ازاي؟ طب خلينا نتكلم بعمق شويه. يعني احنا دايما لما بنيجي نحل قضيه بنبالغ فيها احيانا ونزودها قوي، واحيانا ما بنديهاش الحجم الطبيعي بتاعها. يمكن هي المشكله في الوقت الحالي الميديا اللي احنا فيها، المشكله اللي هم اللي بيكبروها. يعني على سبيل المثال عايز اقول لك ان انت مثلا لما تيجي في بيبقى تنافس في المباريات، اكيد انت في اوروبا حتى مفيش شك أكيد. انت بتدافع عن ناديك، عاوز تكسب البطوله، وكل نادي عايز يكسب البطوله، ودي حاجه كويسه قوي. يمكن اخد من كلام سهام المبادرات اللي بيعملوها اللاعبين، المفترض ان هم بيبقوا في الزون اللي بيتعمل قبل ما ينزلوا. بتبص تلاقي شكلهم حاجه وتركيزهم حاجه والكلام مع بعض حاجه تانية، ينزلوا ارضيه الملعب يخلصوا المباراه، هنا بقى يبدا الثقافه اللي احنا اللي عايزين نشتغل عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي انت بعد المباراه كان المباراه ما اتلعبتش، انت لازم تكون الفكر ده بتاعك. الفكر ده عشان يجي زي ما انا قلت ودي الحقيقه، يعني الشد العصبي بتاع المسؤولين عن الفرقه. يعني حتى كابتن هاني دايما احنا كمدربين بنقول ايه؟ بينعكس الدكه على الملعب. انت لما تكون مدرب متنرفز طول الوقت لعيبتك بتخرج عن المألوف، خلي بالك من دي واحد. فلو كله منضبط من بره وحتى بعد المباراه في انضباط من اللاعبين، هيحصل ايه؟ اللعيبه في الاخر هيسلموا على بعض كويس. الثقافه دي عشان نعملها يبقى لازم نبدا باول حاجه. ايه هي؟ ان احنا حته
الوعي للاعبين والادارات هم اللي ينقلوها اولا، وبعدين هتتنقل للجمهور. الجمهور لما هتتنقله ايه اللي هيحصل؟ طول ما هو شايف في الملعب، لو انت فاكر ايام ما كان بيبقى في جمهور، كانت اول كلمه تتقال لنا ايه؟ انك انت تحافظ على زميلك اللي قدامك في الملعب، لان انت لما بتحفظ من الحاجه في الملعب بتنعكس على المدرج، فالمدرج ممكن يبقى فيه اثاره من اللي جوه الملعب. فاحنا لما بنلاقي المنضبطين من اللاعبين وبنلاقي المنضبطين من الادارات، والتصريحات دي مهمه جدا. عاوزين نبذ التعصب، يبقى التصريح بتاع المدرب لازم يبقى في موزون جدا، ومسؤول والاداري لازم يطلع مسؤول. اي حد في المنظومه يعني اكيد احنا بنشوف ان المنظومه اللي بتطلع بكلام غير منضبط ايه اللي بيحصل مع جمهورها؟ انت بتسير جمهورك، ده رقم واحد. فلو رد عليه المسؤول في الناحيه الثانيه هيحصل اثاره اكتر. علشان نحد من الاثاره ما بين الجمهور، يبقى لازم الراجل اللي هيتكلم او المسؤول عن اي تيم يتكلم يطلع يتكلم، لازم يتكلم بصوره فيها مصداقيه رسميه، وحاجه تانية تكون فيها هدوء، علشان هو ينعكس على لانه احنا اصلا شايفين ان الميديا لو انت قلت حاجه بسيطه بيكبروها قوي، وهم عايزين يشتغلوا. الحاجه التانية المهمه بقى، نيجي للاقلام اللي بتكتب، ودي برضه بنفس التعصب. قبل لما نوصل للاقلام اللي بتكتب، جزئيه صغيره، انا عارف معاكي تقريبا تقرير هنشوفه، لكن تفتكروا واحنا بنتفرج، وانتوا بتتفرجوا طبعا على دوريات اوروبا وخاصه الشامبيونز ليج، بيبقى ساعات مكتوب لوجو ريسبكت، الاحترام، ده لوجو محطوط الاحترام. الاحترام اللوجو دوت الناس ساعات بتشوفه تعديل. لكن بتعديه، لكن اللوجو ده خلي بالكم، ده بيبقى نتيجه ان هم عايزين يوصلوا ريسبكت. لما الشباب الصغير والولاد الصغيرين المرتبطين بالنجوم دول يسال مثلا والده ايه موضوع ريسبكت المكتوب على التيشيرت بتاع مثلا ابراهيموفيتش، او بتتكلم على محمد صلاح، يقول له، بيشرح له ريسبكت يعني انت بتحترم الخصم، وبتحترم الجماهير، وبتحترم فده كمان بيعلم الاجيال. ممكن جدا جزء من ده نطبقه من خلال حتى الدوري المصري، يبقى في شعارات كده مكتوبه على التيشيرت، ريسبكت او الفير بلاي، الحاجات دي كلها الاتحاد الدولي كان بيعملها لنبذ التعصب. فاحنا ممكن كمان ناخدها خطوه بالنسبه لنا احنا، يعني نشتغل عليها. يا ريت. بس يا كابتن هاني، في حاجه مهمه انا عايز اقولها لك. احنا دايما لما بنيجي نحل مشاكلنا في مصر، احنا بنروح للاقصى بسرعه. علشان كده لما تروح للاقصى بسرعه، انك انت لو وصلت لدي، لا، ابدا الاول بالانضباط بتاع لغه المتحدثين في كره القدم. لو بدات اللغه تتعدل والناس تتكلم بانضباط والأقلام دي برضه عادي، هتتكلم، هنرجع لنقطه اللوائح، ولازم اللي هيتكلم بغلط لازم يتوقف بالخمس ست شهور، ولازم ما يظهرش تاني. لو لوائح بتطبع على الكل، خلاص انت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، سواء مسؤول، مدير فني، او حتى بعد دخول الجمهور. يعني احنا بنحط احسن قوانين، بس تطبيقها هو اللي بياخد وقت شويه. مشكله في التنفيذ. صح. التنفيذ عندنا حد طول ما هو موجود القوانين. خلاص انت الدنيا بتمشي كويسه جدا. ان شاء الله الاهلي صانع السعاده دايما باذن الله. كل التوفيق لفرقتنا بكره. نرجع لنجومنا الكبار ونتكلم بجزئيه شويه خاصه بماتش بكره. طبعا كلنا توقع بتاع فيروس كورونا، غياب وليد سليمان و خروج ديانج طبعا، واثر بشكل كبير موضوع ديانج. لكن كمان في التقرير كان معانا وليد سليمان، وبيقوم بدور القائد حتى من خلال وهو موجود في البيت. اعرف يمكن معانا جيلين او ثلاثه، ثلاث اجيال. طيب نبدا بالجيل القديم ودور مش قديم قوي يعني يعني جيل يعني كمان برضه مش قديم يعني. قوي يعني عجزني كابتن. لا كابتن لا، ثلاث اجيال النادي الاهلي وكابتن عادل. دور القياده يعني مش بتكون بس في الملعب، لكن طب. النهارده وليد سليمان بيقدم كمان لمحه جميله جدا من خلال التويتر اللي كتبها، بيآزر فرقته بيقول لهم طبعا انا اتمنى اكون معاكم، لكن كمان دوره مهم انه يوصل رساله للعيبه حتى لو هو موجود في البيت. يعني لو تفتكر يا كابتن هاني، النادي الاهلي عامل حاجه يمكن احنا كنا بنوصفها طول عمرنا، ان اجيال بتسلم اجيال. كل جيل بيبقى فيه مجموعه كبار
يعني كنا دايما نقسمها تيم الكوره بيتقسم عندنا حوالي 8 لعيبه كبار. دي التويت النهارده كابتن وليد سليمان طبعا بنتمنى له الشفاء دايما ان شاء الله ويكون مع فريق قريب جدا. وبعدين مقنع خلي بالك لانه قائد ومقنع. المهم ان القائد لازم يكون مقنع ووليد مقنع جدا لعبا وخلقا اخلاقه عاليه قوي. الحاجه الثانيه المهمه لعيب مهم في التيم بتاعه ممكن ما يكونش بيبدا كتير ولكن مؤثر جدا عشان كده بتسمعه. ولكن احنا عندنا في النادي هنرجع لموضوعنا ان احنا بيبقى عندنا حوالي 8 كبار والجيل الثاني بنقسم الفرقه الواحده 3 اجيال. الجيل الاولاني يتعلم منه الجيل الثاني، الجيل الثاني بيعلم الجيل الثالث. فلما بيجي القائد الكبير كمان اللي هو كابتن التيم لما بيبقى في انضباط عندنا مثلا فاكر لما كان يحصل عندنا موقف ولا موقفين او اداء غير مرضي مباراه او اتنين ايه اللي كان بيحصل؟ كان يجي الكبير اللي هو كابتن التيم او الكبار في الفرقه كنا ناخد بعضنا نروح للمكان او نروح بيت معين عند لاعب من اللعيبه الكبار كنا نقعد نشرح لبعض او نتكلم مع بعض ازاي احنا ايه سبب الاخفاق ايه سبب ان احنا قلينا شويه فبيحصل التقارب ممكن الموضوع يتحل. ده خارج الملعب. تمام. داخل الملعب كمان حته الانضباط بتاع التعليمات يعني ممكن يكون انت اكبر سنا ولكن انت بتلعب في مكان ورا اللاعب فممكن انا اوجهك يعني انا لو سرد باك ممكن اوجه نص الملعب حتى لو انت لعيب كبير انت بتسمع كلامي. هي هنا الانضباط هنا الحته اللي هي لازم كل الاجيال تتعلمها الانضباط جوه الملعب ما بيجيش بالسن وبس هو بيجي بالمكان ده رقم واحد. اما السن بقى في الجنرال العام الموضوع الكبير زي وليد النهارده يعني وليد كان يتمنى اكيد وكل اللعيبه كانت تتمنى تتواجد وتشارك في المباراه النهائيه ولكن احنا بنتكلم هو كمان احساسه بانه عاوز يفيد الفرقه وهو بره ودي حاجه مهمه جدا اشتغل وبيتواصل مع اللاعبين النصايح مع اللعيبه كتير قوي على فكره نصايح اللاعب الكبير للاعب الصغير بيوفر على اللعيب سنين من الخبرات يعني لما يجي اللعيب بس هنا المهم هل انا وانا لعيب صغير وبيكلمني لعيب كبير هل اللعيب الكبير بيكلمني في الالتزام هو ملتزم ولا مش ملتزم هنا النقطه المهمه بتفرق. جدا طبعًا. بتفرق طبعا لان امال هتقنعه ازاي يا كابتن ايوه برافو عليك يعني انا ما اقدرش اقنع يعني لو انت بتخرج عن النص كتير مع التحكيم مثلا وتيجي تقنع لاعب تاني تقول له حته الحكم ومش الحكم هو مش هيبقى مقتنع بيك. فالقدوه عندنا دي شغاله طول عمرها وطول عمرنا بتاثر في وقت كبير قوي من خبرات اللاعبين بيوصلها لاعب كبير زي وليد والناس الاخرى. من خلال التويته كابتن اسامه اول حاجه بدا بيها كده ما بين قوسين الاهلي بمن حاضر ودي طبعا اكيد مرتبطه مثلا بغيابه مرتبطه بغياب ديانج عن وغياب صالح جمعه فما بين قوسين كده موصل رساله اعتقد مش بس للاعيبه النادي الاهلي لا موصل كمان رساله للجماهير الاهلي بمن حضر. انا اتمنى من اللعيبه النهارده وبتبقى ليله المباراه دي ليله مهمه اللعيب لما يعني بيبقى في اوضته وقاعد على السير بتاعه انت طبعا في ضغوطات عصبيه كبيره جدا قبل المباراه بتاعت بكره زي ما قلنا سواء في الشارع في على السوشيال ميديا ما بين الجماهير كلام كتير في الاعلام ده ما ينفعش يوصل بالصوره دي للاعب نفسه. اللاعب النهارده لو وصل الملعب بكم الكلام ده وكم الضغوطات دي هتتحول لطاقه سلبيه عنده. بمعنى حلو ان هو توصله الرساله ان انا بكره رايح اكسب عليا مسؤوليه عايز افرح جمهوري لكن مع ده كله لازم اللاعب النهارده يدخل بهدوء لازم يبقى عنده تركيز عنده ثقه في زمايله وثقه في اللعيبه كلها ومع ده كله لازم يكون عنده هدوء. النهارده اللعيبه لو رجعت او استرجعت مشوار البطوله من بدايتها وعايز اتكلم عن مباراه النجم الساحلي في الاول واحنا في البطوله دي واجهتنا صعوبات كبيره عشان عايز اوصل لكلمه الاهلي بمن حضر. لو كل لاعب حضر المشوار من الاول من بدايه النجم الساحلي وانت بيطرد منك ايمن اشرف في اول خمس دقائق وتلعب 85 دقيقة ناقص اكيد كان في لعيبة ناقصة في الفرقة. والاهلي روح اللعيبة وروح الجماعية روح القتال روح الاصرار
الروح والعهد اللي هم قالوا للجماهير مره في مباراه سان داونز وهم واقفين في مباراه اللي احنا اتهزمنا فيها خمسه وجم هنا يعوضوا، كانت في استاد برج العرب، هنعوض ان شاء الله وهنفرحكم السنه الجايه. لو دايما الامال دي ودايما الصوره دي مرسومه عند اللعيبه مش هنشوف مين اللي موجود في الملعب، لا ده حتى لو 11 ناشئ موجود في الملعب هنقدر يبقى عندنا تحدي كبير. ابتديناها بالنجم الساحلي هناك في تونس بصعوبات كبيره، لعيبه اثبتت وكل الناس رغم الهزيمه في الوقت ده كل الجماهير اثنت على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. تاني مباراه لما تيجي تقابل هنا النجم الساحلي باداء قوي وتكسب 1-0. روح بقى للتحدي والمباراه الكبيره اللي كان فيها ضغط عصبي كبير، بتقابل سان داونز عندك في ملعبك وانت حاطط في دماغك ده انا اتغلبت بنتيجه كبيره قبل كده وبتكسب وبتحقق وقبل ده كله باداء رجولي والاهلي بمن حضر في المباراه دي بالعناصر اللي كانت موجوده. ما شفناش مين غايب وقتها، مين موجود، مين اصابات، وخلي بالك يا كابتن هاني دايما الاهلي للاسف في كل البطولات بيلعب دايما عنده اصابات وعنده ايقافات وعنده وعنده وعنده، لكن دايما عندنا ثقه في اللعيبه الموجوده. روح للمباراه اللي كانت مهمه، مباراه الهلال السوداني هناك. مظبوط. هناك لازم تتعادل او لازم تكسب عشان تقدر تعدي. الهلال السوداني كانت مباراه كبيره، جماهير كبيره، ضغط عصبي. اجواء صعبه جدا في الصدارة. اجواء صعبه، ممكن الجيل ده يعني اول مره يلعب في الاجواء دي في وسط الجماهير في وسط الضغط ده، يعني هم مش محظوظين الجيل ده انه بيلعب دايما في وسط الجماهير، فبتروح تتحدى نفسك، عندك طموحات كبيره، عندك تحدي كبير، عندك الاهلي بمن حضر في المباراه دي وبتقدر تعدي. روح للوداد في 2017 اللي خد البطوله منك على ملعبك وفي المغرب هناك، انت النهارده بتروح تكسبه في ملعبك وفي ملعبه وفي ملعبك، فالنهارده كانت المباراه دي الاهلي بمن حضر، فلازم النهارده اللعيبه عشان تدخل مباراه بكره لازم يبقى عندك ثقه كبيره، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثقه في امكانياتك انت كلاعب، ان عندك امكانيات كبيره جدا قدرت في مشوار البطوله في كل التحديات الصعبه دي انك تعدي وتوصل للمباراه النهائيه. علشان كده لازم بكره يبقى فيه مع التركيز ومع الاصرار ومع العزيمه لازم يبقى عندك ثقه انت كلاعب النادي الاهلي. طيب. انك انت عندك ان شاء الله تقدر تفرح جمهورك بكره. طبعا يعني الكلام اللي وليد سليمان قاله، يعني انا واحد من الناس كنت اتمنى يكون موجود. اكيد. وليد ليه خبرات طبعا كبيره، لعيب مهم في الفريق، حتى لو هو ما بيشاركش من اول مباراه لكن ليه دور دايما مؤثر مع الفريق، ولكن يعني هنرجع نقول ان شاء الله الاهلي بمن حضر. وحتى أكيد دلوقتي حتى دوره افتكر مؤثر حتى طبعًا. هو خارج الملعب بينه وبين زمايله زي ما كابتن عادل اتكلم، بس انا عايز اتكلم هنا عن موسيماني وفكره المسحه، مسحه الكاف الاخيره ديت اللي كانت من كام ساعه وتاثيرها على موسيماني نفسه كابتن هاني، هل تؤثر يعني هل يؤثر غياب ديانج، هل يؤثر الورقه الرابحه وليد سليمان بشكل كبير على فكر موسيماني؟ اكيد طبعا، يعني بنتكلم واحد 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 كده. وليد سليمان طبعا كلنا عارفين قيمه وليد سليمان في النادي الاهلي واهميه وليد سليمان كلاعب خبره وكلاعب كبير وكلاعب مؤثر في الملعب. انا حتى احنا في الاستوديو تحليلا بنتكلم على وليد كل مباراه بصراحه يعني بيفاجئنا بحاجات احسن من اللي قبلها. في الماتش اللي فات حتى اخر ماتش الكاس مع ابو قير، الراجل بدا بيه، ومع ان وليد بقاله فتره ما بيبداش، الراجل جاب جول يعني جول هايل بصراحه، وعمل جاب ضربه جزاء وادى بشكل كويس قوي. الماتشات اللي قبل كده لو قعدنا نقول وليد، لا وليد وجوده في الملعب مؤثر ووجوده مهم جدا، وبره الملعب زي ما شفنا برده دلوقتي يعني وليد بيعتبر من اللعيبه الكبيره في الفرقه اللي المفروض الناس الصغيره اللي في الفرقه تسمع كلامه. يعني وليد طبعا كلنا كشخصيه، شخصيه محترمه، شخصيه مهذبه جدا جدا جدا، ما اعتقدش ممكن يكون وليد في الملعب شويه بيبقى عصبي، لكن ده وارد اي حد بيبقى في الملعب بيجي عليه اوقات بيبقى عصبيه. طبعا في وليد عنده كمان حته الحميه شويه في الملعب، فده دي حاجه كويسه، انا شايف ان هي حاجه ميزه مش حاجه وحشه. وليد طبعا هنفتقده اكيد طبعا، لان وليد زي ما قلنا كلنا لعيب مهم جدا. اليو ديانج طبعا اكيد هيبقى ليه تاثير كبير برده مع الراجل، لان وليد لان ديانج بقاله فتره بيشتغل بشكل اساسي مع الراجل، ومش عايز اقول الراجل بيعتمد عليه اعتماد كلي، لكن الراجل يعني الراجل لو جيت تصنفه كابتن هاني، الراجل انا شايف ان هو من احسن مفيش شك من افضل اللعيبه الموجوده في مصر السنه دي. ما شاء الله عليه، لعيب صغير في السن،
انا شايف ان هو احسن محترف السنه، احسن لاعب محترف السنه دي في الدوري المصري. هو طبعا وعلي معلول، وبرده في نادي الزمالك لعيبه كويسه، في فرجاني ساسي، مش عايزين برده نبخس حق حد. لكن اليو ديانج بصراحه جه عليه فتره كان يعني معدي الناس دي كلها، وكان وصل لفورمه هايله جدا. حتى كلنا اتكلمنا وقلنا لازم الراجل ده، يعني احنا كلنا كنا متوقعين ان الراجل ده هيجي له حاجه بره في اوروبا بعقد كبير جدا، وكلنا متوقعين ده. طبعا هي بالنسبه لنا مش هنقول صدمه، لكن اللعيبه اللي موجوده برده حمدي فتحي لعيب كبير ولعيب مهم جدا ولعيب محترم. خلي بالك ساعات بتبقى نوع كمان موتيفيشن اكتر للعيب. يعني انا لو يعني حمدي فتحي طبعا على المستوى المسؤوليه، يعني احنا دايما بنقول انه راجل بينزل بعد غياب اصابه وينزل بيحقق. كان موجود يا كابتن في مباراه السوبر اللي كسبناها 3-2 بالظبط، حمدي فتحي كان من نجوم المباراه بشكل كويس، نجم دلوقتي كمان على مستوى منتخب مصر، نزل بشكل جيد جدا بيأدي. فاحنا ما عندناش ان شاء الله باذن الله مشكله، وبالعكس ممكن غياب ديانج ممكن يكون كمان خير وحافز اكتر لحمدي فتحي انه يؤدي بشكل افضل، انه يكون في حماسه اكتر، انه يكون في موجود رجليه في الملعب من بدري، ممكن يؤدي بشكل. فاحنا الحمد لله ما عندناش مشكله حتى ان احنا نفكر لا هيبقى كلنا نتمنى يبقى الصفوف كلها كامله، لكن حمدي فتحي ان شاء الله يقوم بدور كامل. نقطه ثانيه هروحها للكابتن عادل، لكن نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ونعرف كمان الطقوس والذكريات والثلاث اجيال. طبعا زي ما انت قلت مشرفينا كده، كنتوا بتعملوا ايه قبل المباريات المهمه دي؟ بعد الفاصل رجعنا مع حضراتكم، وهرجع للكابتن عادل عبد الرحمن. كنا الكابتن بنتكلم على عشتوا ليله مباراه الاهلي والزمالك ازاي بمختلف يعني مختلف الاجيال اللي عدت، وكان في اختلاف يا ترى، كان في اختلاف في الاجيال، استعدادات بتكون مختلفه. كابتن اسامه اتكلم على انواع التركيز، ان مش لازم اللعيب ياخد كل الضغوط ديت ويبدا يفكر فيها، دي جزئيه. كابتن عادل قضيت ليله مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، كنت بتقضيها ازاي؟ هو عادة إن أنت المدربين أول حاجة بيخرجوك برا المباراة. ليه؟ لأنك أنت أصلا مضغوط، ومباراة إعلاميا بتبقى فيها انتشار كبير قوي، ناس بتتكلم عليها قبلها بأسبوعين وقبلها بثلاثة. فالمدرب الشاطر اللي بيخرجك برا الأسبوع ده خالص بيديك حاجات بعيدة عن الشد بتاع المباراة، هو اللي بيوصلك لأنك أنت تقعد بتفكر في المباراة إزاي. أما طقوسك أنت عارف إن مباراة أهلي وزمالك من أسهل المباريات على اللعيبة، من اسهل المباريات على اللعيبه. يمكن احنا دايما المقوله دي كنا بنقولها، ان المباراه السهله هي مباراه اهلي والزمالك، لان الزمالك بيلعب وانت بتلعب، فبتهاجم وهو بيهاجم، الجيم مفتوح اللي بنشتغل كويس. ولكن هو هنا بقى الفرصه، يمكن احنا كان في قريب شويه في جوهانسبرج لما لعبنا الزمالك، كان المباراه كان فيها، عشان كنا بنلعب بره، كان فيها شد في جنوب افريقيا، كان فيها شد عصبي شويه. لكن انت المفروض ان انت بتخرج اللعيبه واللعيبه بتخرج منهم، انت نفسك الطقوس بتاعتك ما بتغيرهاش. يعني هو اللعيب الذكي اللي يعمل اللي نفس الفكره بتاع حتى النوم، حتى استعداده كانها اي مباراه عاديه. يعني التركيز بقى يا كابتن هاني، يمكن انا من خلال الفكر الجديد اللي احنا شفناه، يمكن احنا كان فكرنا في الكوره ما عديناش بالمراحل اللي هي فيها العلم دلوقتي بالطريقه الكبيره. يعني انا واحد من الناس قعدت طول الوقت افكر، وانا هديك مثال، يعني طول الوقت كنت بفكر هل التركيز انك انت تكون مشدود وانك انت ما بتتكلمش وما بتضحكش، هل ده تركيز؟ مش ده المقصود خالص من التركيز. هنا بقى خلي بالك، ده علمهولنا ايوه، ده اتعلمناه واحنا صغيرين في الناشئين. ودي مشكله مدربين اصلا، لما يكون في ماتش مهم ايه ده انت بتضحك، يبقى انت مش مركز، تراشكر بناء على الجزئيه دي. يعني مش هقول لك اتربينا عليه، لكن كان عندنا نوع من انواع، يمكن انا طلعت لما شفتها بره قلت اللعيب اسامه مزيكا وبيرقص قبل الماتش، تفتكر يا هاني انا هروح نتغلب 3-4، الاقي نازل في الملعب مختلف ووشه مختلف، بقى حاجه ثانيه خالص. يعني تفتكر فان باستن كان نازل معانا ازاي في الطابور واحنا نازلين في ماتش كاس العالم؟ فان باستن كان بيعمل ايه؟ كان بيصفر، والصفار انا فاكرها كويس قوي، حتى انا كان ساعتها بيقولوا لنا لازم تركز، لازم تبقى عم كده. قعدت افكر فيها لقيته، يعني ده حاجه في الكوره، يعني في التركيز، ف ان هو بيستحضر صور ذهنيه، حاجات في الفكر والعلم النفس في الكوره والحاجات دي، انه بيستحضر صور ذهنيه للمباراه. يعني ابسطها بس عشان الناس تعرفها، ان انا دلوقتي لما اجي اركز في المباراه
ان انا ممكن استحضر في ذاكرتي مثلا اسامه حسني اللعيب اللي هيلعب انا سيرد باك. فاسامه حسني هل تحركه بيبقى عامل ازاي؟ انا بستدعيه عندي في الذاكره، بتتخيل لأن... اللعب آه. يعني لانك انت لو بص يا سام، لو انت طلبتي حاجه معينه اول ما بتطلبيها وبتقوليها تلاقيها الصور الذهنيه بتيجي قدام دماغك كده، انك انت بتشوفيها نفسها الحدث نفسه. لو اتكلمتي على مكان ما تلاقي المكان طالع في قدامك. فانت لما بتستدعيه انت استدعيه ازاي؟ ده ليه مفتاح. المفتاح ما هو؟ اللي هي ممكن من خلال واحد بيقرا قران، في واحد تاني ممكن يسمع مزيكا، في حاجات كتير قوي دي عاده عند اللاعب نفسه. احنا بنيجي في الوقت الحالي بنمرن اللعيب عليها، يعني انك انت تركز وانك انت كمان تكون بنظم لك حياتك ازاي. وده يمكن اللعيب بره بيبقى عنده مدير اعمال وبينظم له حياته، لكن اللعيب في مصر احنا دلوقتي بنبدا دلوقتي عاوزين ننظم له حياته. عشان كده بنقول اللاعب اللي منضبط خارج الملعب وعنده حد بيفكر له كويس بيدوم وبيبقى كويس. فانا من خلال المباريات اللي انا بتلعبها وبيقطع شوط كبير كمان يا كابتن لما بيكون معاه وكيل اعمال ذكي كمان. اكيد اكيد يعني يعني احنا شايفين محمد صلاح يمكن راح حته كويسه لان معاه راجل بيفكر له كويس. المهم بقى في الامر ايه؟ ان التخصص، بمعنى انك انت كلاعب تقتنع ان الراجل اللي بيفكر لك بيفكر لك كويس. لو انت ما عندكش مدير اعمال، انا بقول لاي لعيب ما عندكش مدير اعمال ممكن حد بتثق فيه قوي ان هو يرشدك، لان كتير من لعيبه الكوره في مصر ودي مهمه جدا بيضيعوا سنين كبيره وكتيره من عمرهم في عدم الانضباط. عدم الانضباط ده بيجي من ايه؟ ما عندوش خبره. انا لما بيجي وكيل او يجي واحد عنده ثقه فيه بيقول له بسرعه اعدل نفسك، انت كده ماشي غلط، انت كده. طب يعني هاخد من دي، هاخد من دي يا كابتن عادل واروح للكابتن اسامه. اتفضل. يا ترى في اللحظات الصعبه او الماتشات الكبيره ديت كان زي ما الكابتن عادل كده بيقول، كان ليك مثلا ترفع سماعه التليفون مثلا على والدك؟ ليك طقوس معينه بتحس انك بتريحك نفسيا ممكن كنت تقوم بيها، ولا كنت بتفصل نفسك خالص يا اسامه وبتبقى مركز بشكل منفرد؟ يعني دي برضو صوره ودي صوره. طبعا في المباريات المهمه سواء النهائيات او مباراه اهلي وزمالك او نهائي افريقيا او نهائي كاس مصر، المباريات المهمه والمؤثره طبعا التركيز بيختلف شويه عن المباراه العاديه في الدوري او في الكاس طبيعي. او في مشوار افريقيا، ان دي مباراه بتفضل يعني معلمه مع الجمهور سنوات طويله، فانت عايز تظهر بشكل كويس سواء بدات المباراه او خدت جزء منها، فاكيد التركيز بيكون مختلف شويه. الحاجات اللي بتبقى قبل المباراه بقى بتنام بدري، بنتجمع مع بعض، بنصلي مع بعض، الكلام ده كله. المدير الفني بيكون عليه عامل مهم جدا، بمعنى جوزيه كان في المباريات المهمه نهائي افريقيا، تلعب نهائي كاس امام الزمالك، المحاضره بتاعته لا تتجاوز 10 دقائق، ما كانش فيها كلام كتير، انك انت اوريدي خلاص كلاعب مشحون مش مشحون، مضغوط وعارف انك انت مركز اي معلومه خلاص مركز بشكل كبير، واللي ذاكر خلاص. فهو بيجي في المحاضره تشكيل الكرات الثابته، مين هيقف هنا في الركنيات في الكرات الثابته ويحفظ في الدفاعيه والهجوميه، يعني محاضره تتجاوز 10 دقائق. ولما نروح اوضه اللبس ويلاقي اللعيبه كده قاعده وساكته يقوم يزعق، ازاي انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ عايز يهزر في الاوضه ويضحكوا. يقوم يتريق على احمد السيد، وكانت تبقى دي البدايه. ميسي ميسي يمسك احمد السيد، فتبدا بقى الفرقه تفك فخلاص انت نازل تستمتع، يقول انزل استمتع بكره قدم. زي ما الكابتن عادل قال، انت نازل تلعب حاجه انت بتحبها ونازل تستمتع بيها، فما ينفعش انك انت تنزل مضغوط نازل امتع جمهوري. فانت لو انت مش مستمتع باللي انت بتعمله مش تقدر تنقل الامتاع والمتعه ده وتبقى متحرف في الملعب وانت مضغوط. طبعا كان ساعات بيقولوا لنا، وانا يعني بعض المدربين كان بيتكلموا قبل الماتشات الكبيره وبيقول لك دايما ثينك بوزيتيف، يعني فكر ايجابي، بمعنى ان اللعيبه ما تقدرش تفكر في الوحش، يعني ما يفكرش اللعيب مثلا بكره لو اتغلبنا هيحصل 1 2 3، لا يقول له دايما فكر وحط صور قدامك بوزيتيف. يعني ده اللي كابتن عادل كان بيقوله، ان انت يعني في نفس المباراه لا احنا انا ان شاء الله هجيب جون بالشكل ده، احنا يتصور يعني يفتكر صور وهم رافعين الكاس، يعني كل ده
حاجات هي دي الحاجات طاقه ايجابيه طاقه ايجابيه. كابتن هاني العجازي يمكن ده دي يعني من الحاجات اللي انت مثلا بتحافظ عليها، ده نوع من انواع تركيز هاني العجازي. ويمكن كمان فكره هنا المدير الوكيل اللاعب، وكيل اللاعب ما احنا ممكن نبدلها بالمدير الفني الذكي اللي بيتعامل مع اللاعب اكتر نفسيا. يعني طبعا العامل البدني مهم، بس كمان العمل النفسي له دور افتكر الاهم. يعني فاعمال التركيز هاني العجيزي قبل المباراه بقى بيبقى معتمد على نفسه، على اللعيبه الكبار، على طقوس معينه انت بتعملها، شكلها عباره عن ايه؟ بص انا عايز بس اتكلم في حته الوكيل دي، لان مفيش وكيل في مصر بيعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده خالص. مفيش وكيل في مصر أصلاً بيعمل كده ولا بيتكلم لعيب اصلا. يعني هو اخره ان هو ليه بيكلمه عايز منه فلوس فلوس اه مش يا ابني قابض ده حقيقه فعلا ده حقيقه مع احترامي ليهم كلهم فعلا، لان انا في برضه ايجنت محترم قليل قليل الاول ان هو يتصل بلاعب قبل مباراه مهمه ويقول له مثلا انت هتشتغل كذا او هتعمل كذا وحاول تركز على النقاط اه بالظبط. فالحاجات دي بتبقى قليله جدا، لكن بتختلف يا كابتن هاني برضه من مدرب لمدرب ومن لاعب للاعب. يعني في مدرب ممكن يقول لك اقعد قبل الماتش افتكر الحاجات الايجابيه اللي انت كنت بتعملها مثلا الماتشات اللي فاتت، افتكر الاجوال اللي كنت بتجيبها. في مدرب يقول لك حاول اللاعب اللي هتلعب عليه مثلا، لو انا مثلا فرود وهلعب على سيرد باك، حاول تشوف عيوبه ايه، بطيء، كورته كويسه، الحاجات دي كلها برده بتفرق مع اللاعب. لما انت بتقعد تشتغل على اللاعب اللي انت هتلعب عليه الحاجات دي بتفرق. في حاجات برده يقول لك في لاعب مثلا طبيعته ان هو بينام بدري، لو جه مثلا نام متاخر اخر في يوم هتلاقي نازل الماتش وحش، والعكس العكس هتلاقي ممكن برضو تلاقي العكس، الواحد لو الواحد نام متاخر دي جزء بقى تفاؤل وتشاؤم، في جزء في التفاؤل وتشاؤم. انا لسه كنت لسه كنت لسه هتكلم فيها برضو. ففي بتختلف. يعني انا من رايي انت كلاعب في الماتشات المهمه دي حاول انت تشتغل بطبيعتك. اليوم اللي انت بتعمله في الماتشات العاديه حاول انت تعمله، ما تحطش على نفسك ضغوطات، لان الضغوطات دي ممكن تاثر عليك بالسلب، ان انت ممكن تنزل الملعب حاطط في دماغك ان انت هتشتغل كذا وتفتكر المدرب قال لك كذا والصحافه هتقول ايه، لو انت زي ما حضرتك قلت لو الصحافه هتكلم عليك بعد الماتش لو خسرت هتعمل ايه، فهتلاقي الضغوطات دي كلها عليك، فهتنزل اكيد في الماتش هتنزل اكيد هتتاثر بالحاجات دي كلها. لكن انا من رايي انت اي لاعب، يا ريت حتى لو في ناس دلوقتي بتسمعنا، انت اتعامل عادي خالص. بتنام بدري نام بدري، بتنام متاخر، مش عايز اقول نام متاخر طبعا، لان النوم متاخر طبعا صعب خلاص، لكن في لعيبه كبيره، في لعيبه كبيره ايوه بتتفائل يعني بالنوم. لا مش بتتفائل، تعود. هو موضوع تعود. هو في البيت بيسهر تمام، فلما بيجي يبات في المباراه ليله المباراه بينام بدري، فبالتالي الدنيا بتتلخبط معاه. افتكرت عزه ده حقيقه فعلا. انا بتكلم في حقيقه، هو كمان في لعيبه كبيره، انا بكلم حاجات دي كانت بتحصل معايا. ممكن الكابتن اسامه عشان ملتزم شويه، انت كنت بتنام متاخر؟ انا مالهاش دعوه بالالتزام، لا لا خالص، هي تعود. هو هتلاقي لي كان بينام متاخر. لا في نوعيه لعيبه مثلا ما يقدرش طبعا كتر، لا حسام حسن ما كانش بينام ليله الماتش. حسام حسن وابراهيم يفضلوا يفكروا لغايه الساعه 2 3، وانا متعود انام مثلا بدري، اقول له انا عارف طبعه وخلاص، لكن هو تلاقيه تنشن قوي لدرجه يعني بينام متاخر. مش معناه ان هو يعني مش ملتزم او مش عايز، لا ملهاش علاقه، هو تعود على كده. والجمعه كان طول اليوم نايم، تدخل مثلا بدري من الساعه 10 نايم، بعد الفطار نايم، بعد الغدا نايم، واهم حاجه هو نايم تلاقي مغطي دماغه ومغطي جسمه كله وكاشف رجله من تحت. صباع رجله الكبير لازم يكون بايظ. تلاقي صباع في المباراه يعني. انت عارف يا كابتن، في لعيبه كمان يعني انا في مره كنت بقيت مع احمد فتحي في مره في ماتش. احمد فتحي لازم من نوعيه اللعيبه اللي بيطلع لازم يصلي الفجر. كابتن اسامه نفس الكلام. في لعيبه لازم تصحى تصلي الفجر. انا مثلا لو صحيت ممكن صليت الفجر وممكن ما اعرفش انام بعدها، ممكن اقعد فتره حوالي ساعتين ثلاثه ما اعرفش انام، فدي ممكن تاثر عليا. فاهم؟ لا انا بتكلم والله، بتكلم بصراحه في حاجات بتحصل. كل اللعيبه عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه بالظبط؟ لا انا بتكلم في حاجات بتحصل فعلا. شوف انا عايز اقول لك حاجه يا سام، المباراه بتاعت اهلي والزمالك او اي مباراه حاسمه، المفترض ان اللاعب وصل بيه خلاص. يعني انت كاداره فريق انت وصلت للاعب ان هو يعمل ما بداله. الكرة دلوقتي بقت كده، ما ينفعش انا زي زمان كان يقول لك نام بدري. انا لما اجي اقول للاعب كبير محترف انا مش محتاجك الا في الملعب، ان اللي بيني وبينك الملعب. صح. هتلتزم. انا مش هعلمك تنام امتى، مش هعلمك انك تعمل ايه، ومش هعلمك انك الاكل ممكن انا اللي اشتغل فيه، يعني بمعنى ان الغداء بتاع المباراه بتاعي كمدرب،
لكن انا دلوقتي الحاجه المهمه ان انا هعلمك واقول لك اطلع نام بدري ولا مش اطلع نام بدري، ما ينفعش. هو اللعيب نفسه خلاص اكيد يا كابتن هاني في اوروبا برضه، حضرتك عايش بره اكيد، محدش بيجي يقول لك نام الساعه كذا ومش لا خلاص اللعيب بيدير نفسه. وبعدين فكره ولا حد بيشيل الفيشه بتاعه التلفزيون ولا الكلام ده. فكره المعسكر المغلق اللي عمله كابتن سعد عبد الحفيظ بدري ربما كمان جيب بسبب الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها. خدي بالك النقطه دي مهمه جدا. طب نتكلم عن النقطه دي بس، معانا فاصل اخر فاصل يعني وبعدين نرجع نكمل الحوار. اتفضل. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن فكره المعسكرات الطويله والمغلقه، بيبقى تاثيرها على اللعيبه ايجابي ولا سلبي؟ نسال طبعا راي الكباتن المشرفين اللي ليهم طبعا يعني الخبره الكافيه ان هم يفيدونا في الموضوع ده. كابتن عادل، اولا هو مش مستحب انك تعملوا معسكرات طويله لان المباريات بقت الفاصل ما بينهم قليل جدا، يعني 3 4 ايام وفي يومين، لكن الوقت ده اللي النادي الاهلي عمله كان صحي جدا عشان الظروف اللي احنا فيها كورونا. ولكن في مدارس، يعني في مدرسه ممكن تقول لك المعسكر الطويل المفيد، وده يمكن احنا كمصر يعني بنستفاد منه اكتر، بدليل ان احنا في بطولات افريقيا المجمعه بناخد البطوله وبنشتغل كويس قوي في معسكر ده بيبقى معسكر، ولكن لما تيجي تلعب مباراه فيها تباعد وفيها ترتيب وحاجات كده بنخفق، اللي هو زي ما طول عمرنا كنا بنخفق في المباريات اللي هي الطويل. لكن بطوله افريقيا عشان معسكر مجمع وفي مكان ومعسكر طويل، انت تقدر عشان اللعيب بيرجع له بيبقى في قاعده بقى في المعسكر، ما بيخرجش لانه اللعيب بيشغل نفسه باكتر من حاجات ممكنه. عشان كده احنا دايما نقول للاعب انت فتره اللعب بتاعتك بتبقى قليله قوي في حياتك، حتى الاستمتاع ممكن يبقى بعد ما تبطل كوره، انك انت لعيب الكوره بيبقى ما بين 10 ل 15 سنه ممكن يقدر اللعيب الملتزم جدا يقدر يشتغلهم. فالكوره ما ينفعش انك انت تعمل دي وتعمل حاجات تانية كتير قوي، عشان كده دايما اللعيبه لما تدخل معسكر هم مفكرين المدربين ان هو لو عمل لهم معسكر بيقيهم من الخروج ومن السهر ومن الحاجات دي كلها، لكن هو المفترض ان في الالتزام وان اللعيبه ملتزمه جدا بيقللوا حته المعسكر كتير علشان التواجد وهم بعاد عن بعض بيبقى افضل شويه، لانه بيبقى المباريات ورا بعض ورا بعض فبنشوف بعض كتير فبيولد حالات من القلق والحاجات دي. لكن في مدارس في دول زي مصر مثلا ممكن المعسكر يفيد جدا، ولكن في اوروبا المعسكر بيبقى قليل جدا. تاثيرها عكسي ولا ايجابي يا كابتن اسامه على اللاعب؟ لا احنا طبعا في الفتره دي احنا الظروف الاستثنائيه الكورونا، فانت مضطر تعمل معسكر. هو مش معسكر طويل، يعني هو في الطبيعي لما تبقى في مباراه مهمه زي اهلي وزمالك ونهائي افريقيا على الاقل هتبقى يومين قبل المباراه او ثلاثه، انت النهارده المده طالت يومين زياده كمان، لكن انت مضطر علشان الكورونا تقدر اللعيبه يعني ما بقاش في اختلاط خارجي بالناس وانت رايح وانت جاي، لا فانت قاعد في معسكر. حاجه ثانيه بيديك برضو نوع من التركيز. الحاجه الاهم انك انت راجع من اجنده دوليه، كل لاعب كان مع منتخب بلاده، معلول وكان ديانجو جيرالدو وكان منتخب مصر لعيبه منتخب مصر، فانت النهارده بترجع تاني التجانس بتاع الفرقه. تقدر الحاله اللي انت كانت موجوده قبل كده قبل منتخب مصر، حاله التجانس ما بين اللعيبه تقدر توصلها لهم. طبعا ما كانش في مباريات عشان تقدر تعمل تجانس غير مباراه كاس مصر ابو قير، لكن انت ما لعبتش بالتشكيله الرئيسيه بتاعتك، فمن خلال المعسكر تقدر تعوض الكلام ده كله. تقدر المدرب برضو يشتغل، يعني في محاضرات في المعسكر بشكل كبير، التغذيه بتبقى بشكل منتظم، اللعيب يقدر يريح بشكل كبير. ولكن كان العامل المهم في ده كله هو انك انت تقدر تخرج من المعسكر ده، يعني عشان موضوع الكورونا وكانت المسحه الاخيره. صحيح كابتن هاني، في نفس الجزئيه وانت كنت لعيب، كنت يعني موضوع المعسكرات الطويله دي كان يعني بياخدك لسكه بوزيتيف، يعني كان فعلا بياخدك في سكه انك بتركز اكتر بتعمل مجهود اكتر علشان المباراه، ولا كنت بتاخد الموضوع ان هو لا دي حبسه وان الموضوع مش مستاهل؟ يعني دلوقتي بعض اللعيبه بيقول لك الموضوع مش مستاهل خلاص، احنا ممكن نروح، يعني حتى في اوروبا بيروحوا يوم الماتش يعني بيتغدوا بيروحوا على المباراه. انت وانا عارف انك داخل في سكه التدريب وبتفكر في الجزئيه دي،
كمدرب ممكن تستغل او تطبق ده ازاي في المستقبل يعني؟ بص يا كابتن هاني، بتبقى ثقافه وعاليه اللاعب المصري عامه بيبقى افضل ان يتعمل له معسكر طويل المدى. انت شايف؟ لان اللاعب المصري برده مهما كان بيبقى عايز يعيش حياته برده، حتى ولو هو لعيب برده لسه موجود بيلعب، وحتى لو هو نجم كبير برده اكيد مثلا واحد صاحبك بيكلمك او مثلا بيجي لك عزومه من حد قريبك، فبتضطر ان انت تخرج، وتضطر ممكن ان انت مع الوقت ممكن تلاقيك بتسهر غصب عنك، فممكن تتعود على ده. لكن المعسكرات بتخليك يعني بيكون في التزام اكبر، في التزام يعني اكتر. حتى كمان مش التزام بس في الخروج والكلام، لا، في حتى كمان في النظام الغذائي بتاعك. ان طبعا انت برضو النظام الغذائي بيبقى فيه دكتور موجود بيحط لك وجبات معينه، بيحط لك اكل معين، فالحاجات دي كلها طبعا لما بتقعد مدى طويل مثلا حوالي اسبوع 10 ايام قبل مباراه مهمه او قبل حاجه او قبل دوري، فالحاجات دي طبعا بتلاقيك بتلاقيك طبعا اللياقه بتاعتك بتفرق، عكس ما انت بتاكل بره الاكل اللي هو العادي بتاعنا. في لعيبه ممكن يعني في لعيبه ممكن تتاقلم على الوضع، وفي لعيبه برده ما كانتش بتحبز حته المعسكر. انا بتكلم صراحه على فكره، طبعاً في لعيبه ما كانتش بتحبز حته المعسكر الطويل، وفي يعني في بحس ان هو بيبقى عليه ضغوطات او خنقه شويه، ان هو بيحس بالملل شويه، بالظبط بالملل، لان هو مش متعود على دوت. لكن طبعا في اوروبا زي ما الكابتن هاني قال وزي ما الكابتن عادل قال، ان في اوروبا هم عندهم الثقافه شويه اعلى مننا بكتير طبعا، عارفين بياكلوا ايه في البيت، عارفين بيتمرنوا ازاي، عارفين ازاي الحاجه اللي هتاثر عليه في التمرين او في الماتشات، وما بيعملهاش يعني. فانا شايف ان الثقافه برضو بتفرق، واحنا لسه ما وصلناش للمرحله دي. اكيد اكيد طبعا. في طبعا عايزين طبعا بننهي فقرتنا او حلقتنا النهارده، وكلنا اكيد مستنيين بكره ان شاء الله بفارغ الصبر، ربنا يوفق فرقتنا باذن الله. كم ساعه يعني كلمه بقى يعني اخيره طبعا، نبدا بالكابتن عادل، كلمه اولا للاعبتنا ويعني ولجماهيرنا كمان، يعني كلمه سريعه. يعني اول حاجه عايز اقول ان يعني انا بثق جدا في لعيبه النادي الاهلي، وبثق في ان احنا لما بنوصل لمرحله معينه من التركيز ان احنا بنوصل لهدفنا، وهدفنا مشروع ان انت تاخد البطوله. افتكر انه التعب اللي تعبناه طول السنه والفكر انك انت تاخد بطوله افريقيا حاجه مهمه جدا، لانها بالتبعيه فيها بطوله سوبر، كاس عالم انديه، وتاريخ كويس قوي بيتحسب لك. الحاجة المهمة بلا استعجال والصبر كتير قوي، لان هي مباراة واحدة، فهو الصبر على المباراة نفسه. يعني انا مش بتكلم تكتيكيا قد ما انا بقول، لا، حتى على مستوى التكتيكي انت طول ما انت نفسك طويل المباراة ممكن تطول، ممكن 90 دقيقة، ممكن 120، ممكن تخش ضربات جزاء. نصيحتي فالتركيز الكبير والنفس الطويل هو لا، ونصيحتي يا كابتن هاني وحاجة مهمة جدا، احنا طول عمرنا لما بنقول فاينل 93 او 88 او كذا فاينل كذا فاينل كذا، عمرنا ما بنذكر ادائنا في ده تاريخ، بنذكر النتيجه طبعا. فاحنا بنتكلم إيه؟ المباراه الواحده ليها استراتيجيتها، مظبوط. احنا نحترم او اي تيم لازم يحترم الفرقه اللي بتلعب في الفاينل، لان الفاينل بالذات ليه فكر ومدرسه اخرى، ده عند اللاعب وعند المدرب. وانا ان شاء الله يعني نبارك للنادي الاهلي بكره، اتمنى ان احنا ان شاء الله نفوز بالبطوله، انه هيبقى تاريخ كبير جدا قوي، وهيكلل تعب الناس، المنظومه كلها تعبت باذن الله، وقت باذن الله كان صعب جدا، صعب على الناس كلها. كابتن اسامه كلمتك الاخيره. يعني هقول الكلمه لجمهور النادي الاهلي، الرساله اللي بعتوها للاعيبه واللوحه اللي علقها لهم، يعني اكتبوا اسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي. انتوا كجيل علشان تقدروا تتحطوا في تاريخ الاهلي وتتحطوا في وسط الاجيال، هي بطوله افريقيا هي اللي هتحطوكم في التاريخ ده. احنا يعني شفنا منكم في البطوله دي مباريات كبيره، انتوا اللي متعتونا بيها، وانتوا اللي كسبتوا عن اقناع. يعني مش كسبنا في المباريات الصعبه اللي لعبناها بدون اقناع، لا، ده كان اقناع للجميع واحترام للجميع على الاداء اللي انتوا لعبتوه بروح ورجوله ونتيجه ومكسب. وان شاء الله قادرين انكم تعملوا الكلام ده في مباراه الزمالك. اهم حاجه بكره يعني العنصر اللي اتمنى يكون موجود
هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى للاعبين وللجهاز الفني ومدير الفني بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن هاني، انا عايز ابدا بس بحته التوفيق، لان التوفيق فعلا الماتشين الزمالك اللي هم الاخر دول يعني شايف فعلا ان التوفيق كان في حليف لنادي الزمالك في المباراتين دول. اتمنى بكره، اتمنى بكره يكون التوفيق من نصيبنا ان شاء الله، لان التوفيق ليه عامل كبير جدا. تاني حاجه عايز اتكلم في بص يا كابتن هاني، انت ممكن تبقى فنيا مش كويس، لكن في حاجه بتعوضها هي الروح، وروح النادي الاهلي كلنا عارفينها كويس قوي. روح النادي الاهلي بكره لو موجوده في الملعب، اعتقد ان دي هتلخص حاجات كتير قوي في المباراه. هي 90 دقيقه كلنا اتكلمنا وقلنا ان الفرقه اللي موجوده كلها تعبت الفتره اللي فاتت. الجيل اللي موجود ده انا شايف ان هو يستحق ان هو يبقى ياخد البطوله دي، والبطوله دي زي ما قلت قبل كده هتفتح لك حاجات، هتفتح لك كاس عالم الانديه، هتلعب سوبر افريقي، عندك لسه سوبر مصري، عندك كاس مصر، هتلعب على كاس عالم الانديه. فالجيل ده فعلا فعلا لو البطوله دي حققناها بكره، انا متاكد ان مش اقل من اربع بطولات، من خمس بطولات ان شاء الله يبقى موجودين في النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. اهم حاجه الاخلاق، الروح الرياضيه، البعد عن التعصب، امور لازم ناخد بالنا او ننتبه ليها بشكل كبير جدا، لانها فرصه تاريخيه في الكره المصريه عموما، وبتحظى اكيد بمتابعه غير مسبوقه، انظار العالم كله في مصر بكره الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. ان شاء الله نشوف مباراه ولا اروع بين الاهلي والزمالك وافريقيا يا اهلي. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اسامه، بنشكرك شكرا جزيلا كابتن عادل، كابتن هاني نورتونا، وان شاء الله باذن الله نحتفل مع بعض باذن الله ان شاء الله بالبطوله الافريقيه. دعواتنا طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي، دعواتنا للاعبتنا ان شاء الله، هم واثقين ان هم هيكونوا على قدر المسؤوليه. توفيق ربنا ان شاء الله بكره يكون معاكم، ومستنيين باذن الله البطوله الافريقيه ان شاء الله. معانا هنا في البيت الكبير يوم الاحد ان شاء الله نستمتع ونحتفل بافريقيا ان شاء الله يا رب باذن الله.